من الجزائر المولودية الذين قاموا بتيفو عالمي إلى فيلا دوتور دي مونت، يعني التيفو الذي صنعه أنصار المولودية بإحكام تضامنا مع غزة وبصورة أبو عبيدة الذي يسمع الحدث هذه الأيام بخطاباته المتتالية. تيفو من أروع ما يكون، شاهدناه أمس في عرس كروي كبير بملعب أو يوم الجمعة عفوا بملعب 5 جويلية، صور جميلة وجميلة جدا صنعها أنصار المولودية في أجواء احتفالية على وقع فلسطين الشهداء. الجمهور الذي حضر والجمهور الذي شاهد كل هذه الصور الجميلة والجميلة جدا، يعني ستبقى هذه الصور تاريخية لبن شيخ. تاريخية على كل حال، كلهم تبارك الله فيهم سيبورتر داروا حاجة روعة وليدي نعم الفكرة. الفكرة هي اللي مع واش صاير فريمون، كلهم شافوا. وانا على كل حال مانيش مدهوش، انا السبورتر تاع مولودية قلت لك سي لي ميور، سي لو نومبر لي تيفو اللي تحب، خليهم برك يخدموا ترونكيل وديروا لهم فريق اللي يلعب لي بريمير رول، ومن بعد الباقي تزهى. وانا نقول لهم شابو لي سبورتر. جمهور امس في ملعب 5 جويلية، 6 جولة 6 فقط، جمهور غفير تقريبا اكثر من 50,000 متفرج في اجواء كانها نهائي كاس الجمهوريه، وانه كانه المنتخب الوطني هو اللي يلعب. يعني تفكرت ما قلته لما قلت المولوديه بامكانها ان تعمر اي ملعب في العالم. يا سير هذه ما لازمش تخفى لك، هذه سي في برك المولوديه اللي كيف تلعب لي بريمير رول، سي في تلعب لي بريمير رول وخليهم الباقي عليهم هما. شوف ما شاء الله سي لي، وانا نعرف لي سيبورتور. انا نحكي لك كي كنت لعب مدرب هذاك الوقت تاع الفريق الوطني ما نقولوش اسمه تيتا كروشا هكذايا وكذا، بعد دار لي شغل امبريسيون هكذا زعما باش ما يسقيليش. قلت له واش عليه؟ قلت له انا نلعب في المولودية، هذاك اللي عمر سبا تاع ليك بنوسي هما تاع المولودية. قلت له دوك انا نلعب في كيب اللي دائما تلعب 60,000-70,000 وراه المشكل. كانوا المنتخب نعرف لي سيبورتر، نقول لهم انا سيرتو ليدي جاتهم ليدي المولودية التورية. انا نقراو فيها تيفو خليها يمشي. المولودية التورية في ذاك يا ارض الثوار. شو شو ما فريمون، انا نقول لهم شابو ما شاء الله، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. ان شاء الله الفريق يقعد يلعب لي نوصلوا الفريق. احنا رانا في الرسالة تاع غزة ومن بعد نروحوا للفريق. مع الرسالة تاع غزة نعم، انا نقعد في الرسالة تاع غزة. رسالة يعني ماهيش حاجة روعة. وتيفو لا بروف دار لو تور دي موند. نولوا لو تور دي موند. محمد او سمير، ما حدث امس في 5 جويلية دار لو تور دو موند. كيقول دار لو تور دو موند ماشي بالكلام فقط، راح نشوفوا صور كثيره. اولا اللاعبين تاع المنتخب الوطني رغم انهم كانوا في الموزمبيق الا انهم الكثير منهم حي هذا سفيان فغولي الذي وضع على الانستغرام تاعه صوره وشكر فيها انصار المولوديه. بغداد بونجاح ايضا، محمد البشير بلومي على ما اعتقد ايضا، نعم محمد البشير بلومي وباقي الصور، نعم زرقان ايضا، ادم زرقان والكثير من عناصر المنتخب الوطني التي اعجبت بهذا التيفو الذي صنع الحدث على الكثير من المواقع العالميه. سبوتنيك عربي، الجزائريون يوجهون رساله ضخمه الى فلسطين من قلب ملعب يعني ايضا الغد. ابو عبيده في المدرجات، جماهير فريق جزائري تقدم تيفو خيالي تضامنا مع غزه. بعدها ايضا الشارقة سبور على ما أعتقد أيضا، زيد نعم زيد باقي الصور. المدرج الأهلاوي هذه في مصر أيضا اعترفوا بهذا التيفو الجميل والجميل جدا، والذي كما قلت تداولته مختلف وسائل الإعلام. إلترا وورد يعني إلترا تاع العالم هذه التي وضعت تيفو المولودية من أحسن التيفوهات في هذه الأيام. نفس الشيء بالنسبة لجريدة القدس، القدس العربية، جمهور أعرق نادي في الجزائر يرسمون تيفو عملاقا لأبو عبيدة تأكيدا لدعم المقاومة الفلسطينية. التيفو مكتوب عليه المولودية الثورية في ذاك يا أرض الوطن. لا راي إينو، لا راي إينو أيضا مع ليزيلترا
تاع الكلوب مولوديا دي الجيري باللغه الايطاليه. فيه ايضا سمير فيديوهات اخرى على ما اعتقد، ان امكن نعم نشوفوا فيديو لو باريزيان، جريده لو باريزيان التي لو كونفلي صهيوني فلسطيني دون لي ماتش دو فوت، تحدثوا عن هذا التيفو عليك في لو باريزيان، وين تكلموا على التيفو تاع المولوديه لو تيفو دي الجيريا، واوضحوا هذا التيفو لي سيبورتور دو مولوديا كلوب دالجي ان ديبلويي سيت ايمونس بوندرول ان فافور دو لا باليستين. في جريده لو باريزيان على موقعها اوضحوا هذا الامر، دون ان ننسى الجزيره. اعطينا الجزيره بالصوت نستمع اليه. على وقع فلسطين الشهداء، الصور كانت دارت يعني كثير من المواقع تداولت هذا الامر. سمير، الصوره وتيفو رائع، جو بونس كي سيبورتور تاع مولوديا رسموا لوحه فنيه رائعه، لوحه فرانيه اكثر ليدي الي بيان سور لي غانديوز، من الاهم هو التجسيد تاع ليدي هذا. عباك سي با فاسيل، تكنيكمون سي تري تري ديفيسيل، اون فوا بيان بلي لي بتي ديتاي تكنيك اون ايتي سورتو تاع الكوفيه هذيك، سي با فاسيل باش تجيب الكوفيه لي زيو. صح، سي اكستراوردينار. انا نحيي لي لا جونيس جو ديري الجيريان لي دارت هاد اللوحه، باسكو فوالا لي جون الجيريان دو كوا اي سون كابابل. سي اكستراوردينار. انا كنت واحد الوقت قلت بالك راني في ستاد تاع دورتموند وما عندهم ان تريبون كوم سا كبيره. صح، سي فرونشمون سي اكستراوردينار. ا بارتير دو لا سي نورمال كون تي فوا ان تابلو سي بو، سي نورمال كو سا سيكسبورت كو تو الموند بارل سورتو في لي كونديسيون. لا باسكو حنا والفنا انه في بعض الاحيان يهضروا على الجزائر بامور سلبيه، هذه المره الجمهور الجزائري اعطى صوره جميله جدا تداولتها مختلف من وسائل الاعلام، وهذا يفرحنا كثير لانه احنا عينا انه يوريو امور سلبيه على ما يحدث في الجزائر. ما صنعه انصار مولوديه الجزائر بالعدد هذا وبالنجاح تاع التيفو اعتقد انه سيبقى امر تاريخي. سي لا بروب اللي الشباب الجزائري لازم لما تعطي له الامكانيات والحريه ويدير واش يحب يبدع. محمد قاسي ساي. الله يا رضوان، تحدي هذا، تحدي تاع انصار المولوديه، مشكورين حتى الشكر جاهم من غزار دوان. صح، جاهم من غزار اللي تكلمت معهم، الشكر انصار تاع المولوديه يعني من قلب تاع غزار. واش في المقابله هذه انا شفت ثلاث حوايج، كيفو هذا الرقصه تاع يوسف بالليلي، بالرقصه الفلسطينيه. نعم، لا ماشي رقصه فلسطينيه، هي رقصه تاع حرب هنود الحمر ليزانديان، يعني زانديان، وين يقول لك مورتي ولا بايس، نموت ولا البلاد ديالي، يعني هذه تاع زانديان، تاع لي ريفوليسيونير، تاع التوريين. وزيد يعني شفت انا اللاعبين تاع المولوديا، هذه خلينا نشوفوها بعد حاجه. لا فاديه، نعطيو حق المسيرين. ما كانش الرقصه، ما كانش الرقصه. لا معليش، نعطيو تاع المسيرين. لما شفت اللاعبين تاع المولوديه سخنوا بالتريكو هذوك تاع بدرافو تاع فلسطين، هذه كلهم في المباراه، هذو صور تاع المباراه. هذا لا في بيروت بعثها لي ليه علي بن شيخ. هل تعتقد بانه باش تحدث الباريزيان اللي هي معروفه باللي تابعه للكيان الصهيوني تقريبا، هل كل هذا سيتي فورم دو بريسيون؟ لانه في هذيك الروبورتاج اللي داروه الباريزيان تكلموا ايضا على انصار سيلتيك غلاسكو، وقالوا باللي نورمالمون اللي ريسك دي سانكسيون من عند اليوفا، يعني لازم تكون عقوبات لانهم يساندوا بطريقه غريبه الشعب الفلسطيني وما يحدث في غزه. هل تعتقد انه المولوديه كما كتبوا في التيفو، لو تعطينا نقراو التيفو، المولوديه الثوريه احد اعرق، او باش ما نقولوش بالك ممكن هو اعرق النوادي في الجزائر، المولوديه الثوريه يعني فداك يا ارض الثوار، يعني سي ام ميساج ثاني بالعربيه طري 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 فور، يعني باش اللي وجد هذا التيفو واللي وجد ايضا العباره
يعني شابوبا. سي اكستراوردينار واش داروا هاد اللجان هادوما. نقول لهم انكور اون فوا تبارك الله فيكم، نحييهم. انا على بالي نامن بلي سيبورتر تاعنا لان يديروا حوايج مانيفيك. خليهم برك وسهل لهم ودير لهم فريق اللي يلعب مليح. تشوف بلي من الخارج يعودوا يهضروا على واش دير المولوديه. مش اسبر نلحقوا لهادشي. ولو تكلم انت على مش عارف شكون باريزيا، قلت باريزيا نعم باريزيا هما يقولوا يساندوا الجهه تاعهم هذيك، ما يقول لك فورستي دون لو سبور، ما كانش منها هاديه. انت كي لو ار اس اس كي حدت تاتاكي في اليوكران، وعلاش لا فيفا داروا لها بريسيون ونحاتها من لا كوب دي موند؟ واش دخل السبور والسياسه؟ صح. وعلاش نحاول لو ار كاليفيهم كوب دي موند الروس؟ نحاوهم. صح. هذه السياسه دخلوا فيها لا فيفا. لا فيفا المفروض لا فيفا ما تدخلش. دونك كما يقولوا حنا تزو معاهم، حنا يديروا تيفوات ويديروا سياسه ويديروا بوليتيك، رانا حرين في بلادنا والحمد لله. والحمد لله. كانت هذه فقط الدخله تاعنا في الحصه اليوم، لانه الذي حدث لا يجب ان يمر مرور الكرام. صراحه شيء مشرف ومشرف جدا، خاصه انه كل وسائل الاعلام العربيه والعالميه تحدثت عن هذا التيفو العالمي. نروح مباشرة للمنتخب الوطني ولقاء الموزمبيق. فاصل ونعود. المنتخب الوطني الذي واجه عشية اليوم بداية من الساعة الثالثة بتوقيت موبوتو بتوقيت الموزمبيق، الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، واجه منتخب موزمبيقي أنا شخصيا فاجأني بمستواه، خاصة في المرحلة الأولى. هذا اللقاء على العموم في شوطه الأول كان كارثي للمنتخب الوطني. التوازن عاد في الشوط الثاني بعد دخول بوداوي، لكن المنتخب الوطني هل يمكن القول اليوم محمد قاسي السعيد أنه بين قوسين محير أداؤه تحسبا لنهائية كأس إفريقيا للأمم، أم أن الانتصارات هي الأهم؟ فزنا أمام الصومال ب3-1، فزنا أمام الموزمبيق، حصلنا على النقاط الستة، هذا هو الأهم حسب الكثير ولا لا؟ لا، كي تكون في مجموعة اللي راح تأهلك لمنافسة عالمية أو إفريقية، 3 نقاط هما المهم. رضوان اليوم عندنا 6 نقاط، نستناو في شهر ماي حنا نلاقيو لاكيني باش نزيدو ناكدو هاد النتيجة هادية. أما الأداء يعني كان فيه وعليه المقابلة هادية، ولو من بعد نرجعوا بالتفاصيل خاطر نعم دوك نقولوا بالتفاصيل. تصور انت تلعب 20 دقيقة تبحر 2 لاعبين كانت شوية صعبة، ولكن كاين حاجة باك نأكدها، أرضية الملعب اليوم رضوان يعني ما كانتش تاع ويمبلي ولا، ولكن سجلنا هذه الملاعب الإفريقية سجلنا 2 أهداف. نعم، وفي ملعب نيلسون مانديلا سجلنا 3 أهداف. إيه سجلنا 2 أهداف. نعم سمير، على العموم قبل أن ندخل في تفاصيل المباراة ونشاهدوا بعض اللقطات، هل تعتقد أنه المردود على العموم مقبول؟ يعني لا يمكن الحكم على المردود في 3 أيام لعبنا مباراتين، الرحلة تاع 9 ساعات ونصف إلى موبوتو إلى الموزمبيق أثرت، لعبنا في 72 ساعة مباراة، وش رأيك أنت في المردود اليوم؟ أولا أظن أن المهمة تمت بنجاح، لوبجيكتيف سيتي دو غاني اون غاني اي سا سي تري امبورطون. نكملوا لاني بسي بوا يعني اول في الجروب، اون اتوندون لي ماتش تاع لا غيني بيان سور يوم ثلاثاء. دونك جو بونس لا غيني، مي جو بونس كو شغل هاد نومبر دو نوع من المباريات ولي تورنوا كاليفيكاتيف كومونسي بار سي بوا سي تري تري امبورطون. Non, maintenant pour le rendement. C'était attendu les 6 points. On a أي حاجة من غير les 6 points يعتبر فشل. لازم مع لعبنا مع الصومال ومع الموزمبيق. إيه، ولكن لما تشوف المردود على الموزمبيق. المردود لا لما تشوف الشوط الأول كنا قادرين نتلقاو هدف أو هدفين ونولوا في مشاكل كبار. الدفاع الجزائري في البريمير ميتون كان ضعيف وضعيف جدا. شفنا دوميناسيون تاع الموزمبيق اللي رطا لولا التصديات تاع اندريا اللي كان رائع اليوم. باركونت لا برودكسيون في الدوزيام ميطون جو بونس كانت مليحه.
اون ابريسي ما خليناش زيرنا اكثر على الفريق الموزمبيقي والارتداءات تحصلنا عليها مرتدات المرتدات تحصلنا عليها دو بوت كراس لاباطاج سورتو تاع واحد كيما مورا اللي عرف كيفاش يصطاد الكرات ويقلق رغم انه كانت اخطاء من المنتخب ايوا لكن سي لا بريسيون تاعو ما خلاش يلعب انه خطف البالون لا ميم شوز في الدوزيام بيت انا جو بونس كو سيتي ان ريزولتا بوزيتيف Mais sur le plan du jeu, le منتخب الوطني, je pense, مازال عمل وعمل كثير. نعم علي بن شيخ على العموم قبل ما ندخلوا في التفاصيل عموما résultat positif 6 points في 2 ماتش المردود يبقى فيه وعليه لكن قبل نهائية كأس إفريقيا هل هذا المردود يبقى محير يدخل الشك شوية في نفوسنا ولا بالعكس الأمور ستختلف منا أبري أموي دمي على لاكوب دافريك نتمنى و جو بونس كو تختلف منا لا كوب دافريك نجيب نعطيك دو زيكزامبل برك بين الماتش تاع الصومالي وهذا الفريق يا اون ديفيرونس بون قول لي سارتان جوار دخلوا وكذا مي مالغري سا اللي دخلوا كاين ما داروش عاودوا واحد اخرين اللي دخلوا ابري هاد لي رومبلاسون اللي دوروا شويه اللعب ولكن انا جو بونس اي جو بونس نتمنى que la na la coupe d'afrique te omar tghayer te tghayer ولكن انا نضم باسكو نا في بريمير طون ماشي مليحه زيد لا بليسور تاع لي دو جوار سليماني وماندي من لور ماندي كي زاد خرج ان شاء الله ماشي حاجه كبيره كي هو كي سليماني دونك الاخرين زون 4 ou 5 occasions de but. Mzia, Rabbi m'a fait le khair, le gardien gana. Le gardien, il a fait un grand match. Djibdad, c'est le khala. Deuxième étant, je crois que. Nous sommes dans le deuxième étant. Nous sommes dans le deuxième étant. Nous sommes dans le marhala l'oula. Ou l'akta kant li fagouli. L'katfa kant janibi. لقطات المباراة نروحوا واحدة بواحدة اللقاء محمد قاسي سعيد عرف خروج لأول مرة من التشكيلة الأساسية ربما اللاعب زروقي الذي دخل احتياطيا اللقاء لعب كما كان منتظر بمندريا عطال على الجهة اليمنى أيت نوري على الجهة اليسرى في وسط الدفاع مندي بن سبعيني اللي خرج في دقيقة 14 مندي في وسط الميدان ثلاثي بن طالب كأساسي مع فغولي وشيبي على الجهة اليمنى محرز قلب هجوم سليماني خرج في دقيقة 17 وبوداوي أو قويري على الجهة اليسرى البداية لم تكن موفقة خاصة بعد لقطة لاعب أو لقطة خطيرة لمنتخب هذه اللي تقريبا يعني هنا اللي تفاجأت بمستوى منتخب الموزمبيق دخل بالكرة وكاد يفتتح باب التسجيل بعد عمل جماعي ممتاز لمنتخب لو نشوفوها من البداية اللقطة من البداية كانت أحسن يعني كيفاش دخلوا بها يعني ما راهيش من البداية بصح معليش اللقطة الموالية كانت فرصة سليماني في دقيقة 15 فرصة سليماني الذي كاد يفتتح باب التسجيل هنا اللي تعرض لإصابة في دقيقة 14 كان قادر ربما يقذف الكره كان من بعيد هنا كان يقدر يديرها لوب ولكن نشوفوا باللي صرا له كلاكاج مباشره هنا حكم رجله لاكويس ديالو دونك يكون ان كلاكاج يكون ايلونغاسيون لا كونتراكتور لا ديشير الملعب بعدها كانت فرصه عطال اللي كانت قذفته ما كانتش قويه ليأتي هنا السيطرة بعد هذه اللقطة بعد دقيقة 19 أو 20 دقيقة أصبحت سيطرة موزمبيقية هنا الحارس أوقف هذه الفرصة الخطيرة مندريا كان في الموعد وتمكن من الوقوف الند للند أمام الفرص الخطيرة للمنتخب الموزمبيقي يعطينا باقي نعم هالك الفرصة هذه اللي هنا كاد أو موندريا صراحة أنقذ الموقف من هدف محقق دفاع يعني فيه الكثير من الثقل نوعا ما والكثير من الأمور يجب أن تصلح هنا موندريا صراحة أنقذ الموقف عقب ذلك مرة أخرى فرصة أخرى للمنتخب الموزمبيقي بعد تهاون في الدفاع عقب هنا انتوش من المفروض الناس تبقى كونسنتري ولكن
أن المنتخب الموزمبيقي كاد يفتتح باب التسجيل ركنية أخرى خطيرة وخطيرة جدا عقب هذه الكرة ركنية مندريا يتألق في ركنية أخرى دائما في نشاهد في هذه الصورة مندريا هو الذي أخر لا مش هنا مش هو اللي خرج الكرة هنا بعدها مندريا أخرج الكرة بعد هذه القطفة ومندريا تمكن من الصمود في نعم روح دقيقة الموالية عمورة ينفرد هنا بالحارس وكعادته كان جد مقلق لدفاع الخصم تمكن هنا كان قادر يمرر الكرة لجويري لكنه أراد التسجيل وكانت فيه أخطر فرصة للمنتخب الوطني في الدقيقة 45 في نهاية المرحلة الأولى بعد هذه لقطة عمورة كانت فيه لقطة أخرى للمنتخب الوطني وين اصطدمت الكرة بالعارضة في الدقيقة الأخيرة تقريبا من الشوط الأول أو كانت فيه لقطة أخرى هنا لمنتخب الموزمبيق دائما هذا المنتخب الموزمبيقي الذي ظهر بوجه فاجأنا صراحة أنا شخصيا فاجأني مستوى الموزمبيق العائد بفوز من خارج الديار عنده 3 نقاط وخسارة اليوم دفاعنا كان نوعا ما جد تقيل وظهر عليه عدم الانسجام فرصة خطيرة للمنتخبنا الوطني في الدقيقة 45 بعد كرة هنا جويري ولا ايه جويري هو الذي قذف الكرة وعقب عمل ممتاز من ايت نوري والكرة اصطدمت بالقائم او الحارس عفوا واللي خرج يضربها في القائم نعم كانت هذه احسن فرصة في المرحلة الأولى الدخول بالتشكيلة هذه هل كان موفقا محمد قاسي سعيد؟ يا غياب زروقي غياب عوار مقارنة بالأسبوع الماضي أو بال بعد نتكلموا على الأداء تاع اللاعبين طبعا من بعد نتكلموا على المقابلة هي حد ذاتها نقسمها على 3 مراحل ما قبل الإصابات تاع اللاعبين تاعنا وين يعني شفنا المنتخب اللي تي بيان اون بلاس استحوذ على الكرة لما جاءوا الإصابات هذوك تغيرت عدة أشياء وين عاود المنتخب الموزمبيقي عاود استرجع في المقابلة وسيطر علينا وفي 10 دقائق الأخرين شفنا المنتخب الوطني عاود رجع وين كانوا عندنا تقريبا فرصة واحدة تاع جويري اللي الحارس يعني كان أدى الأداء وخرج ضربة القائمة على العموم نقول الشوط الأول كان المنتخب الجزائري كان قادر يسجل وكان قادر يتلقى ولكن كان قادر يتلقى أكثر كان قادر يتلقى شفنا الفرص الرائعة كان عندنا احنا فرصتين وحدة عمورة إذا حسبناها والقائم في حين هما كانوا عندهم ربعة كانوا عندهم ولكن كان عندنا حارس يعني ممتاز دار الدور تاعو مندريا وين نقد المنتخب الوطني نقول على العموم الشوط الأول كان متوازن ما بين المنتخبين نعم علي بن شيخ ما الذي لم يمشاش في المرحلة الأولى حسب رأيك هل تشكيلة هل الدخول في المباراة هل الإصابات على اللاعبين الاثنين هما اللي أثروا دفاع شفناه ثقيل حتى فيه وجود مندي يعني في 14 دقيقة الأولى أيضا الفريق كان ظهر بأن الدخول لم يدخل جيدا في اللقاء يا الأحسن رأيي أنا ما تنجمش تلعب باش تحكم الكرة عندك وتقعد لور من المحال تحكم الكرة تافونسي ومن طول قدام ميكي افيك دو ميليو تيرا اللي هو فغولي وبن طالب براتيكمون لعبوا للور دونك وغويري كان في لاغوش لهيه وعمورا لقدام واش عمورا عمورا نعم عمورا في بلاصتي دوزيام ميطا هذيك لا اسمه شايبي فهمني ومحرز مليه قاعيتيك ما تنجمش تشد البالون ايتون دوني كو لي زاريال لاتيرو تاعنا شفناهم ما يطلعوش بريميتون ما كاش اللي يطلع كيفاش رايح انت دير ان دونجي ولا ما تنجمش با بوسيبل ولا يسيو يرميو لسليماني باش يسي كاش ما يديفي ولا يسجل ولا مي سيتي با بوسيبل ولكن 17 مينيت الاولى اليوم بعد 17 مينيت خرج سليماني جا دخل عمورا وجد صعوبه في البدايه كيبدا صعوبه خاطرش عمورا راهو كل ما يحكم بالون يحب يجري به نقولوا لا اخي لا على الجر هذاك ماشي مليح على شاك فوا العب كيما يديروا كاع العب مع اصحابك ومن بعد
استنى يعطيو لك كيما في في الدوزيام بيت اللي ماركا شاي بها ماشي الدوزيام دوزيام بيت ما البرومي بيت اللي ضربها في البارا تحكمها واكسيليرا وراح له للريسونتر تما وي بصح انت من يعطيو لك تجريه اخي بالعقل شويه لا مع اصحابك وقابر باش تنجم مي سي عمورك يا رمني لي دو بيت يدير بريسيون لي ديفونسور نحالهم باسكو ما كانش كومبينيزون حالهم وكريا هاد الاخر نعم هنا هما نعم مش هنا هما الاهداف ويتكلم لك على الاهداف الهدف الاول والثاني اذا كان بالامكان اللي كان وراءهم عموره نعم اعتقد بانه مندريه وعموره كانوا كان رجل اللقاء نعم هنا خطأ نعم. حالهم صوت بصح هذه في الدوزيام دوزيام ايطون عم نتكلم على دوزيام ايطون على عموره يهضر على لو باركور تاع عموره واش دار عموره في هذه المواجهه هذا الهدف الاول والهدف الثاني ايضا اللي كان ايضا وراءه تقريبا عموره نعم خطف الكره للمدافع وايضا هو عموره ما لزروقي زروقي سجل ما باساش لزروقي هو دار له بتي بون باش يروح هو بالبالون اوكي زروقي كان قدامه كان في المكان المناسب ولعبها مليح في البيت لانها فور قد الجول وضربها سيتي بيه ولكن ما نجموش نقولوا لو كان سجلنا بيت ولا هما راطاو 4-5 اوكازيون دو بيت صح الو ما نجموش كان نوليو هكذاك نقولوا هما لو كان ماركاو غير ثلاثه كيفاه نديروا صح لو كان سجلوا لك فقط هدف السبق كنا نحصلوا يعطيك الصحه دونك هنايا فو بيان ريفليشير لافونير اللي رانا نونكيسيو افيك دي زيكيب كوم راناش نونكيسيو ما نكيسيناش اليوم مي تكلم على اللي تسمى رانا نلقاو نونكيسيت مع الصومال مع الصومالي مع الصومالي واليوم كرياو لك دوك 5-4-5 اوكازيون دو بيت ايكيب كيما ما لازمش تكري لك واحده زوج تحبس تم هني سمير اردوان طرحت سؤال قلت لك كيسكين ما با مارشي بروميير ميتون شوف هما دخلوا افيك ان سيستيم بيان لعبونا طونطو خطرات يلعبونا افيك ان جو كور اي طونطو افيك ان جو لون يفاريو مي افيك ان دينا قاسم مشترك هو السرعه انا اظن ان لا لين لا بروميير لين تاعنا كي كومبوزي دو سيستم ديفونسيف دو لا ماشي محرز اسمه فغولي وبن طالب جو بونس كي ايو ان دي هنا ان دي فونكسيونمون اسكي لي فيزيك اسك ما قدرناش نتحملوا هذيك المسؤوليه كان يوصلوا عليه تاع لي زاكسيون باينين كان يوصلوا طرو فاسيلمون لاكس ابري لاكس تاعنا يبان لك لا ديفونس تاعنا تبان لك ثقيله مي زاريفي طرو فاسيلمون اي زيتي رابيد لي زال تاعهم يا صاحبي سي دي سي 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 ديفوزي s'il n'y avait pas Andrea, je pense qu'on aurait dû encaisser. Le premier mi-temps, je pense que le système interne défensif il a été déstabilisé par le système. En deuxième mi-temps, on a rectifié ça. C'est ça qui, après, on a pu marquer. Mais, dans le premier mi-temps, un ascendant و هاد لا بروميير ميطون انا بارابور او سيستيم ديفونسيف ما نحبش نهضر جوست على هنايا دي لوسون انتيري بور لا كوب دافريك مش كيش نقدروا نلعبوا افيك ان سيستيم كوم سا وكان نلعبوا افيك ان ايكيب عندها دي زاتاكون دو هو نيفو Je pense que ça se passera autrement. Donc, il faut tirer les leçons de la première mi-temps. Elle est très importante, la première mi-temps. C'est vrai. Là, لازم نستخلصوا الدروس من الشوط الأول نروحوا للشوط الثاني وين المنتخب كان أحسن وأيت نوري بداية الدقيقة 51 كاد أن يخادع الحارس حارس المنتخب الموزمبيقي بعمل جيد على الجهة اليسرى أيت نوري أيضا كان أحد رجال هذه المباراة رفقة موندريا حسب رأيي وعمورة هذا الثلاثي عطال أيضا أدى مباراة في المستوى الرجعين وبعدها في دقيقة 68 كان فيه هدف شيبي بعد أن خطف الكرة بطريقة ممتازة عمورة الذي اصطدمت كرته بالقائم بالعارضة وعادت لشيبي الذي عرف هذا الشاب هذا شيبي سجل أمام الصومال وهذا الهدف
تاعو الثالث بعد لقاء بعد الهدف المسجل في السنغال. نذكره انه هو اللي سجل في السنغال وسجل امام الصومال وسجل هذا الهدف قطفة عقب ذلك في الدقيقة 71 للمنتخب الموزمبيقي الذي اراد ان يعدل النتيجة، ولكن موندريا دائما في الموعد. صراحة موندريا كان سدا منيعا لكل هجمات المنتخب الموزمبيقي خاصة في الشوط الأول. زروقي تمكن من تسجيل الهدف الثاني الذي عمق الفارق بعد أيضا عمل رائع من عمورة الذي خطف الكرة مرة أخرى ومررها أو قدمها على طبق من ذهب لزروقي الذي سجل هدفا جميلا. وأعتقد أن زروقي في المنصب تاعه الجديد أحسن بكثير من المنصب تاع سونتينال محمد قاسي سعيد. وش رايك بعدها؟ كانت اخر لقطه للمنتخب الموزمبيقي لمره كره جانبيه. نبدا بالاخر زروقي. نعم زروقي ما فين نشوفوه يعني ما يتجاوزش وسط الميدان. صح، اليوم تقريبا كان في المنطقه تاع لعب مكان فغولي. نعم. كان في شوف وين راهو يعني لابري لو ريسك ومشاي لاوزي وراح وهذا واش كنا نطلبوا منه يعني ماشي غير كسر اللعب وتقعد. هذا ما كان شايبي تكلمنا عليه المقابله اللي فاتت امام الصومال ونتذكر اردوغان تكلم لعب في الرواق تقريبا الايمن. نعم لهذا ما برش، ولكن اليوم عاودوا للمكان تاعو الاصلي المفضل ليه. شفناه يعني دار لقطات شابين وسجل هدف. ما نساوش قالت الدور اللي قام به بوداوي اردوغان. كي دخل بوداوي غيرت الامور في وسط الميدان. بوداوي لعب بنفس الطريقه اللي لعب فيها في نادي نيس، يعني غير كثير من الحوايج. حتى دخوله امام الصومال كان موفقا. حتى اليوم كان احسن. سمير، ولكن هاك طرحت سؤال وحدك، ولكن بوداوي كان في البون، عمورا كان في البون. انا جو بونس كو ليكيب شايبي ما كانش في البون. شايبي ما كانش في البون. شايبي سي الجور دو جوار انا ما نبيش ولا شاكروني راي ينسي روحو بعد يبان يتكري الدونجي. مي في ليكيب اللي دخلت انا جو بونس كو بوداوي وعمورا افي لو بلاس ديل ديبي وكانو ناكومونسي افيك سيت ايكيب جو بونس كون اوري موان دو بروبليم اون بروميير ميتون. علي بن شيخ، لو نبدا بخط الدفاع والحراسه، موندريا، عطال، ايت نوري والثنائي ماندي بن سبعيني ثم ماندي وطوغاي، كيفاش تقيم لنا حراسة المرمى وخط الدفاع باش نروحوا خط بخط؟ الحارس كان في المستوى، الحارس هو اللي سلكنا وسلكنا مع السنغال ايضا. دونك الحارس كان في المستوى. لاك سنترال بن سبعيني جاب لي ربي وحده، كي خرج مندي كان مندي شويه وخرج دخل طوغاي جاب لي ربي بن سبعيني راهو يباطاي وحده، ماهوش دور اليوم يديروه لي دو زوطر معاه، لازم يعاونوه واحد فيهم كلي يلعب لازم يدير الدور تاعو. لي زارير لاتيرو سو لو بلون ديفونسيف وي، بصح انا هاد حنا عندنا هاد دو جوار يسون بون اوفونسيف. عطالو عطال شفناه طلع، ايت نوري طلع كالك فوا برك سوتو دوزيام ميطون طلع كالك فوا، الوغ كو حنا اوني normalement on trouve une manière de jouer étant donné que mazal ma sbnach un milieu de terrain mlih mais عندنا de bons arrières latéraux. Il faut laisser les arrières latéraux évoluer chouia vers l'offensive ou les autres les milieux هما اللي يعسوا les couloirs au cas où يروح البالون. Donc هادي pour ايت نوري، لا تعتقد انه كسب نقاط كثيره خاصه بعد مباراه اليوم مقارنه بالعروسي امام الصومال؟ ايت نوري مليح. انا نقول لك انا لوكاليا نلعبو ميليو تيرا، لو كان دوخ انا لوكاليا انا نلعبو ميليو تيرا. علاش؟ باسكو سي تان جوار لي بو كري سور نو يدريبل فاسيلمون لادفيرسور ويروح اللي لا ان بون فيزيون. انا ليا ولا غير نلعبو ميليو تيرا فهمني. مي با تقول لي عطال بدون منافسه لكنه ادى مباراه كبيره يعني. بيان سير يدير عنده دي ماتش في رجليه رضوان، عنده بوكو ماتش. شفناه ماشي البلون فيزيك معاه لعب 90 دقيقه ولعب 100 دقيقه. انتم تدوخوني تقول لعبوا في الافريكا، انا شفتهم هما اللي عياو. لا لا ما شفتهم تاع موزومبيك هما يقعدوا يتنفسوا. دونك وهذه كانت 28 درجه حراره اليوم، ما كانتش حراره كبيره. نو مي فوالا ابري لا ديفونس كيفاش. محمد نحيو موندريا اللي كان رجل المباراه. لا كان رجل المباراه. لو نتكلموا نبداو ب
يوسف عطال تلقى بعض الصعوبات. لماذا تلقى بعض الصعوبات رضوان؟ لان ما كانش المولى ساده، ما شفناش رياض محرز يعني. احنا وصلوا رياض محرز اللي كان خارج الاطار يعاونوا. انا ما نتكلمش على محرز، نتكلم على الدور الدفاعي ديالو. ما صابش المسانده في بعض الاحيان، كانوا يلعبوا زوج على يوسف عطال، واحد يدخلوا الوصل اخر يجي مور الدار ويدوموندي يعني. بعد حصل عن سيرتان مومون حصل العكس، ايت نوري لشيبي يدير الدور تاعو، يدير الدور تاعو. باش ما لعبش مع شيبي ولا مع قويري. شكون؟ لمده شوط كامل. قويري عفوا، مع قويري. قويري عفوا يدير الدور تاعو الدفاعي. يلعب مع شيبي، شيبي كان يلعب بيستون غوش. الاثنين داروا الدور تاع عاونوا ايت نوري. ايت نوري سو لو بلون اوفونسيف يعرف يلعب كثير، سو لو بلون ديفونسيف ادى الدور تاعو. تبقى لا بير سونترال مندي، مندي نظن باللي كان ناقص المنافسه كما هو كما يوسف عطال. بن صبايني صاب روحه وحده اوكي، ومن بعد كانوا يلعبوا لا شفت لاكسون الاولى اللي رطاوها الموزامبيك كانوا سور لا ميم لين. في بعض الاحيان لازم دير ديكالاج، ما تلعبش ديفونس بلات. لما تلعب ديفونس بلات لقطه تاع المنتخب الموزامبيقي باش نناقشوا واش راهو يقول الاولى، اللقطه الاولى اللي داروا لوب وخرج اللاعب وحده. لما تلعب بين ديفونس بلات قدام دي زاتاكون لي رابيد بزاف راهم يخرجوا وحدهم هنا وين ما فاتشكش المنتخب الموزمبيقي صراحه. هذه هنا ديفونس بلات شو خرج وحده، يعني لو كان كان ديكالاج ما يسيبش روحه وحده المهاجم. صح. نقول من بعد الدخول تو جاي ما كانش خايب يعني، ادى الدور تاعو. ما تلقيناش اهداف، ما تلقينا حتى هدف باش نقولوا تو جاي او بس بايني او الدفاع يعني ما كانش مستوى. قد الموقف هنا بالطبع، ولكن فلاكوفرتير هذيك، فلاكوفرتير نشوفوا احدى اللقطات على المنتخب خاصه فلاتوش هذيك ولا سيتي اللي كان من المفروض يكون تما سيتي تو جاي. هنا اردوان بن صبايني ينقد، وعلاش محطوط بن صبايني مدافع باش ينقد؟ اللي معاه ربما لازم يزيدوا يساعدوه اكثر. اوكي لازم، بالك ما كانش انسجام بينه كثير. هذيك الفتره قلت لك لا كومبليسيتي الكبيره دون زين ايكيب دو فوتبول يا اردوان، لا كومبليسيتي الكبيره هو تاع اللي نسميهم احنا الكات والسانك، هما اللي يلعبوا قريب البنات. نعم في هذه اللقطه مثلا، اللقطه هنا هذه سيد لا نايفتي. نعم. التماس انتم تحوسوا مليها وداروا التماس سهلا لا نايفتي تاع المدافعين ديالنا. نعم. مش عارف واش حيديروا ليها وخلاو اللاعب وحده. لاعب وحده. نعم صح. سمير خط الدفاع وحراسه المرمى كيفاش تقيمهم لنا باش نروحوا لوسط الميدان؟ انني قلت لك انا ميزا بار الكارديان ديفونسيفمون سورتو لا بير سونترال تخوف، تخوف اليوم. جو نسي باسك الخروج المبكر تاع مندي هو اللي ديستابيليزا لاك سونترال، مي شفت اشياء يعني ما نتفائلوش بها في البريمير ميتون سورتو. اي سا سي يفو لي ريغلي افون، باسكو غدوا اون فا جوي كونتر دي زيكيب افيك دي زاتاكون دو هو نيفو. ما شكيتش يسامحوا معنا كيما اليوم. نو هو ريغلي سو بروبليم. نعم علي بن شيخ وسط الميدان مع بن طالب فغولي وشيبي. فغولي مرة أخرى ما عدا لقاء السنغال وإن كان في المستوى من الناحية البدنية اليوم فغولي دخول زروقي مكانه في دقيقة 74 بعد ما تعب كثير، ودخول أيضا بوداوي مكان قويري خلى ليكيليبر في وسط الميدان. هل توافقني الرأي؟ وشوف أنا فهمتك علاش ما يدورش ميليو تيران كي يلعبوا فغولي بن طالب وشيبي. فهمني فهمتك، ميليو تيرا اللي ما يلعبش بيناتهم وما يكريش لو سير نومبر ما تنجمش تعاون لاطاك وما تنجمش انت تبان ولا الفريق تاعك يبان، ما تنجمش من المحال. والمير اكزومبل كي تغيروا دخل بوداوي، دخل بوداوي كيما يلعب ليبر كيما يلعب في نيس كان يعاون قدام وكذا. ولا واش حنا وين نوليو ملاح شويه ولا ريماركيت كي نبداو نهاجموا نحيوا هذيك العقده تاع ندافعوا. لازم نتعلموا كيفاش نديروا اللعب. بيان سور كي نديروا اللعب لادفيرسير يخاف من عليه يخاف منك، لان انت عندك اسم وعندك دي جوار. ايه دي جوار وعندك اسم هذا البي هذا، دونك انت في هذوك لي مومون ديستابيليزات ليكيب. هذه وحده. ما تكلمتوا على كوتي دروا محرز ما كانش يعاون في عطال. في عطال واش عليه؟ ما يعاونوش بون نقولوا ما يعاونوش، مي كي يطلع عطال كاين دو ريكوبيراتور وراه النوطر اللي لازم يكوفري عطال. يا سيدي محرز ما يوليش ولا ما يحبش يولي ولا ما تعطي له كونسين ما يوليش.
عندي ريكوبيراتور اللي يكون من الكوتي هذا هو اللي ياخذ بلاصه تاع الطالب. صح بالطالب ولا فغول. والاخر يدير له جليسمون مليح ويتنور يزيد يغلق الجليسمون هذا وسكون ابل الجليسمون هذا يدنا هكذا باش تغلق الاخر. وهذه ما شفناهاش. نعم زروقي دخوله في مكان متقدم هل تعتبر بانه كان احسن من انه يلعب سنتينال؟ نعم سنتينال لا ما سنتينال دوك نهضر بكل صراحه ما يجيب لك والو سنتينال. وكونترير هو مام في الكلب تاعو يلعب هكذا ليبر يبوجي ممكن في هذا البوست تاع سنتينال راهو مهلوك شويه ممكن لو كان يلعب في البوست هذا ان بو ليبر وكذايا بوتيتر يجيب فايده بوتيتر نشوفوها من القدام ولا لعب هكذا مي تقعد لك يقعد لك ميليو تيران يفو بيان ريفليشير. نعم خاصة محمد قاسي سعيد نشوفوا الهدف التالي اللي سجله زروقي في البوزيشن نتاعو كي يكون افونسي ممكن يكون احسن بالك المدرب مازال ما لقالوش وقالها في الندوه الصحفيه الماضيه قال لك رانا دائما نحوسوا على ليكيليبر على لانيماسيون في وسط الميدان ممكن بالك لو بوست تاع زروقي في بلاصه فغولي بالك يكون احسن في الفريق تاعو فينود ما يلعبش سويداني استرجاعي اللي سنوا على سنتينال يلعب ويت هو تما يلعب تقدم تقدم نعم نبداو بن طالب باليوم بن طالب يعني استرجع عده كرات من عند الخصم بدون ما يرتكب اخطاء حتى التمريرات ديالو لصحابو ما كانش عنده اخطاء كثيره لكن سير لاكسيون تاع الموزمبيق محمد انت ما نوريلكش في البوست تاعك لو كان عاود نشوفوا لاكسيون تاع الموزمبيق في لقطه او لقطتين سي كاكي اللي يبقى يتفرج ما يخرجش للمهاجم في كثير من المرات شفناه ما يخرج اللقطه هذيك اللي دخلوا بها ولا في اللقطه المواليه تشعر بانه عنده هذيك تاع اليزيت في كل مره واش تقول لي بالك لا في بعض الاحيان ما تنجمش تخرج رضوان كيف ما تنجمش تخرج خطا عليها كما يقول لك الدريب تنجم دريب لي واحد بعد واحد ولا تنجم افيك اون باس اون دو يديوك اليمينيو انا كنت نشوف في المنتخب في 2019 ولو اني ما نحبش نعاود نولي غير للماضي في 2019 ماشي الا في اللقطه هذه كاين لقطه اخرى وين يظهر لي بن طالب بانه دائما متاخر كنت نشوف مثلا الفلورول هذا تاع سنتينال اللي كان فيه عدلان قديورة كان يخرج كان تشوف هذاك لاباطاج فيزيك تشوف سي با لو ميم ميليو على بالي مي هذا كي يجب واش نحوسوا على واحد يعوضوا لا هنا بن طالب اولا رجع يعني هذا وين نرجع للمنافسه نولي نكمل لك عليه قلت لك يعني امن في بعض الاحيان الدفاع امن الدفاع واعطى واحد التوازن في وسط الميدان ولو فغولي ما عاونوش كثير ولكن اعطى توازن وكانوا الانطلاقات تاع الهجمه تاعنا كانوا يروحوا من عنده لما يمد الكره يمدها دون دو بون كونديسيون ما يعطيهاش المهاجمين تاعنا باش يضربوا باش يكيبيريو البالون سيتادير مداو دون دو بون كونديسيون فغولي يعني تقريبا يعني كان غايب على في هذا اللقاء هذايا وشيبي هو قال يبدا الدور تاعو كما يلزم الحال سمير وسط الميدان فغولي شايبي بن طالب دخول زروقي ودخول بوداوي هذا الخماسي كيفاش تقيمون انت؟ والله فغولي في وسط الميدان استرجاعي جو بونس كي نا با لا كونديسيون فيزيك مع لاج بالك تاع 2019 بور لو فير اي سي بور سا كون بروميير ميتون اون ا بوكو سوفير لا فيتيس تاع لكن انت تقول ما عندوش لا كونديسيون فيزيك لاج لكن انا نقول لك باللي لاج تاع قديورة في 2019 سيتي ميم اج اللي راهو الان فيه فغولي انا مانيش نهضر على لاج اون طونك اج راني نهضر على كونديسيون فيزيك جو ريبيت اونكور الناحيه البدنيه ما تجيش كومباري فغولي مع قديورة بور زروقي انا نشوف سي با الميم ريجيست فغولي لعب شويه افونس يعني يقدر مي لونترينور ناسيونال راهو يدير انت هنا شفتو يلعب قدام لا بيرسونترال وهاد البوست هذا اللي سونسيبل لازم لك لاباطاج لازم لك لا لوسيديتي اي اجوردي شفنا بلي ان مومون تبحر il fallait que بوداوي روند باش يكون ماتي لي برش انا بور مو زروقي هاد كيما قال قاسي تعاول عليه لا سونتينال شي مفروغ منه وعلاه كيما قلنا السمانه اللي فاتت ما عندوش لي زابتيتود تكنيك باش يكون ان فوزور دو جو من لور مي اون طونك جوكر
بان لي بالك سي لين دي سوليسيون. شكون هذا؟ زروقي. سي تا جوكر كي جوال اللي دخلوا الدوزيام ميطون. ممكن تبدل له البوست. عنده هذاك هذيك هذاك لو كالم كي لوي بيرمي يجيب لك لو سور نومبر ويجيب اهداف. ما تنساش او ماركا ثاني مع الكاب فيرد ابوبري دون ميم بوزيسيون. دون ميم بوزيسيون. هذه اللي نقول لك انا كي تلعب مقابله كيما لازم تستخلص الدروس. تستخلص الدروس. حنا مومون يفو دي لا فيريتي كنا ما نستخلصوش الدروس كنا فيزي لي ميم زيرور اون انسيستي سور زروقي. سور زروقي اي دوطرو سي يا با ميم اجوردي سي اون بو اوفري لو بعد على محرز. محرز غنوصلوا له جستومون. نروحوا للاطاك بوداوي. ما قلتليش كلمه على بوداوي اللي ستابيليزاتور. ستابيليزاتور سي كيف يظهر من المباراه الى المباراه انه يستحق مكانته كاساسي. كي تجيب واحد يعرف يلعب في وسط الميدان وياخذ الكره وياخذ المبادره ويروح لقدام هذا هو اللي خصنا حنا. يعني على شاك فوا يتلو دي وقاسي سي كون با دي جوار كاباب يحط البالون يروح لقدام. حنا ونا بزوان دو جوار اللي عندهم هاد لا كاباسيتي دورغانيزاسيون. زروقي نو لا با. Il faut arrêter d'essayer avec ce joueur. Il est peut-être mieux dans un autre registre. Mais Boudaoui, qui m'a jeté titulaire, surtout qu'il est rentré avec Somalie, il était qui m'a jeté titulaire, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Encore plus pour Amoura. Mais أنا جاب لي ربي اليوم بالك كنا تروفي ان بون ميليو تيران. هي شوف باش تفهم برك بين الميليو تيران تاعنا علاش ماهوش يدور كيما يلزم الحال باسكو هي سلسله بلا ديفونس ميليو ولاتاك. نعطيك اكزومبل موزامبيك سي با اون كروند ناسيون تاع فوتبول بصح كانوا ياخذوا ريسك يخرجوه من 18 يجوز للوسط ويكريو لي زوكازيون دو بيت ويروحوا رابيدمون ولي ميليو تيران كاع يمسوا البالون. علاش هما ينجموا يديروها حنا ما نديروهاش؟ على باليش انا باسكو ايزون ترافاي ديجا هادي سا ان ترافاي سا سي ان ترافاي لونترينمون سي ان ترافاي دو ستاف تكنيك وسي ثاني عندهم لي جوار qui sont rapides dans la trans, dans la transmission même qui dit le ballon ils sont rapides. حنا عندنا دي جوار شفناهم بليزيور فوا يحكم بالون بلا عقل يولي اللور اي سا 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 فافوريز نيمبورت كيل ادفيرسير. قاسي سعيد نروحوا للخط الهجوم محمد قاسي سعيد للحديث على الثلاثي اللي دخل كاساسي محرز على الجهه اليمنى غويري وسليماني لمده 17 دقيقه وخرج مصاب. ما تعتقدش بانه نقطه استفهام كبيره على عنصرين محرز على الجهه اليمنى وغويري الذي للمره الرابعه المباراه الرابعه لم يقدم الاداء المرجو. عموره دخل في مكان سليماني رغم انه الناخب الوطني في الندوه الصحفيه قال لك باش نجيب براهيمي ولا بالليلي ولا بالرحمه لازم نحي واحد من الاثنين اللي هما غويري ولا عموره. لكن عموره اليوم هو لعب افونسونت. يعني عموره يقدر يلعب افونسونت. ابراهيمي يقدر يلعب كوتي غوش. بالليلي يقدر يلعب كوتي غوش. بالرحمة يقدر يلعب كوتي غوش من بعد الخيار يولي المدرب الوطني وليس لي. لكن اليوم عمورة أظهر بأنه ما راهوش لازم يكون كوتي غوش. يقدر يلعب في قلب هجوم ويقدم مردود رائع مثل ما قدمه اليوم. كان وراء الهدفين تقريبا وأقلق دفاع الموزمبيق. محرز وغويري نقطة استفهام كبيرة. هل غويري مازال ما دخلش تماما في المنتخب للمرة الرابعة؟ رأي آخر يقول لك بلي غويري في نادي هران لعب على الكوتي غوش ثلاث مباريات صفر بيت صفر هدف صفر باس ديسيزيف. لعب ثلاث مباريات مع ران واحد اخرين كقلب هجوم صفر هدف صفر باس ديسيزيف. لعب اربع مباريات كتسعة ونص يعني كمليو دوزيام اتاكو وهمي مع لافونسونت سجل ثلاث اهداف وقدم تمريرتين حاسمتين. هل كيما زروقي كيما غويري بالك البوزيسيونمون تاعو بالك عندنا دي جوار مي ما راناش نحطوهم في لو بون سيستم توظيف توظيف تاع اللعيبه. رضوان دوك نقيم لك لي تروا زاتاكون ديالنا. اولا علاش ما كسبناش حرب وسط الميدان يا سمير؟ لي تروا زاتاكون تاعنا كانوا ابسون تقريبا لعبنا بثمانيه. محرز محرز يعني الخيال تاع محرز كانش محرز اليوم. واحد يهضر بصراحه ماشي غير اليوم مع الصومالي ثاني ما كان اليوم. انا نهضر على المقابله تاع اليوم نهضر على المقابله تاع اليوم اللي تيكولون بردو لي مام ما كانش محرز. يعني اليوم فوترو في دي سوليسيون. اذا محرز ماهوش قادر يلعب مقابلات كيما هادو لازم نلقاو الحلول. سليماني ما نتكلمش عليه 12 مينوت دار ان كلاكاج ولا ان بلوسي خرج ما نجموش. قولي ما عدا اللقطه تاع الدقيقه الاخرى في الشوط الاول اللي ضربت في العارضه
هذا هو شفنا. كرمت انت ونشوفوه في نادي ايران كيفاش يلعب، يلعب تسعة ونص، هل الناخب الوطني ديالنا يقدر يلعبوا في هذا المكان؟ يعني مع الدوزيام اطاج هنا هو البروبليم. الناخب الوطني عنده دو تروا سيستيم دو جو، ما شفناش ما ينجمش يلعب كويريكا تسعة ونص، ولكن اذا ترميه الكوتي غوش ما يمدلك حتى حاجه. وتكلمنا الاسبوع اللي فات على عمورا، قلت لك رضوان عمورا متعدد المناصب، يلعب لي تروا لي تروا بوست لاتاك، ا دروات افون سنتر ا غوش. الاولى شفت عمورا، عمورا اليوم كيفاش كدخل كراس حربه، مدافعين هذوك دغيا يخزروا فيه، يعني قال لك هذا اللعاب قصير مكدا، ولكن دار لهم مشاكل في بعض الاحيان. ما لازمش تحقر اللاعب تاعك خاطر ما عندوش لاطاي ولا ما عندوش هادي، اعطي له الفرصه ديالو. سمير عماري، هل تعتقد بانه غويري ربما يسير على نهج زفان، على نهج بالرحمه، على نهج بعض الاسماء اللي نعطيوها الفرصه لكن لحد الان لم يقدم الاداء المرجو، ام المشكل في توظيفه؟ لانه غويري على الجهه اليسرى مع بالليلي، بالليلي بنصف رجل يلعب احسن، مع ابراهيمي، ابراهيمي بنصف رجل يلعب احسن، الكوتي غوش راني نضرب، وفي مباراه كما تاع اليوم كان بلي نفسه هو ومحرز كاننا لعبنا بثمن لاعبين اليوم خاصه في المرحله الاولى. شوف بغض النظر على التوظيف اللي ممكن يجيني ان جوار، لكن ان بون جوار اون كات ماتش لازم تشوف دي بريميس، تشوف عفايس، تشوف حاجه تبين لك بلي هذا اللاعب عنده ان طالون يمده لك، عنده حاجه ابري التوظيف يتحسن من مباراه الى اخرى. لكن في ربع مباريات انا ما شفتش غويري. لا بروف الناخب الوطني اللي كان ينسيستي على غويري او بودين ميتون حاه كي نحيك او بودين ميتون، ستافدير انا اعترف باللي الاختيار المبدئي كان خطا، كان خاطئ. هل ما تعتقدش ربما نفتح قوس، ربما هذه أول مباراة لغويري في أدغال إفريقيا على الساعة الثالثة، درجة حرارة بون 28 من أجواء إفريقية السخانة الرطوبة، ممكن ما والفش لهذا، بالك ميطان ما قدرش، ممكن يعني نعطي نحوس القالوا أعداله. وأيت نوري يوالف نورمال، وعمورا يوالف نورمال، عمورا راهو في أدغال في إفريقيا، مع السطيل هنا في هنا إدغال إفريقيا هنا، لا ولكن احنا إفريقيا لا أنا جوبونس با كيفو تروفي دي زيكسكيوز. انا شايبي يقول لي شايبي ثاني، شايبي مام اليوم شايبي عنده ان كاباسيتي تاع كي بان يجيب لك الدونجي، عنده لا كاباسيتي تاع مام هو سي فري. واليوم كي تشوف لا با في ان غرو ماتش سي كومام صافا، ان غرو ماتش ما دارش ان غرو ماتش، ما بانش بزاف، ما بانش بزاف في المويا دوتر جوار كي اون في سون رول. ولكن ايت نو بور موا غويري نقطه استفهام، والان لما الناخب الوطني يقول باللي هذا بور موا هذا اللي يروح لا كوب دافريك، ما بقاش يروح لا كوب دافريك، لمح كي تقول بلي شكون نحي باش شكون يقدر ينحي، يعني الاختيار تاعك بول لي اغوش سي عمورا وغيري. الان هذا الاختيار الاستراتيجي اللي صرح ليه المنتخب الوطني، انا نقول باللي يمكن لابد مراجعته. نعم، قبل مرة على علي بن شيخ للحديث، ولو ما تكلمتيش على محرز وعلى عموره وسليماني لانه خط الهجوم فيه ثلاثه. فاصل المشاهدين الكرام، فاصل اشهاري ونعود.
المنتخب الوطني في بداية الحصة عن تيفو الأنصار، تيفو أنصار المولودية لغزة ولفلسطين، وبعدها المنتخب الوطني والفوز المحقق اليوم بعد شوط أول كارثي للمنتخب. لكن الأهم هو النقاط الثلاثة. علي بن شيخ، كنا توقفنا عند خط الهجوم وكان فيه نقاش حول مردود قويري خاصة، كيف تراه اليوم بعد أربع مباريات؟ اللاعب هذا صراحة لم يقدم ما كنا ننتظر منه في المنتخب الوطني. نفس الشيء إلى حبيت نزيد نتكلموا على غياب عوار اليوم اللي ما دخلش حتى كاحتياطي، وهذه نقطة استفهام واحدة أخرى، يعني تبين بأن المدرب ربما غير راضي على هذين الاسمين اللي التحقا مؤخرا فقط بالمنتخب الوطني. على كل حال انت راك تقول هكذا على عوار، احنا ما ناش عارفين بول مومون على الشراء علاه ما دخلش. صح بون، انا نتكلم على تكلمت لي على قويري. نعم قويري تو لو موند سي كو كي يلعب نافي دمي اي دون ميو، دونك لا ايتي سي اون كات ماتش كروا هكذا كات ماتش امام مصر الى اي تي سي كوم افون سونتر في مكان سليمان ما دارش اغوش ثاني ما دارش قلت قلت لك سين بوكو بليس اغوش ما دارش وافون سونت ما دارش. يا خويا نعاودنا نرجعوا للبوست تاعنا، انا نرجعوا للبوست تاعو نافي دمي وشايبين نقول له تلعب في الكوتي غوش اون فويلي تعود تنجم تبوت كول ليبر وميم طون تخلي الاسباس الايتنوري الايتنوري يطلع باسكو لازم تبوجي هو يبوجي شايبي مي الاخر ينجم يلعب معاه بوتيتر اون فوار كو غويري اللي يتحرك. علاش؟ لان كي شايبي يلعب هذا الدور وغويري هكذا ما تخافش على الوسط، لان عندك هكا داير دو ريكوبيراتور ميم كي يزيد يطلع ايتنوري ما تخافش ما تخافش. شفتك علي بن شيخ ما من كثير بشايبي كوم جوار لي تيتولار انديسكيطاب بالنسبه ليك، اسكو لانه يوجد الحلول، اسكو البلاسمون تاعو، اسكو تشوف بلي يلعب كره جيده؟ يلعب كره جيده ويسي بلاس بيان، يدون دي سوليسيون في التيران، تصيبو ان جوار دو 20 طون يعني عنده المستقبل. تصيبو واجد ولهذا هذا اللاعب هذا وي بروغريسي شاك ماتش انا نشوفوه كومام يا اون بروغريسيون، مي هنايا اللي قلت لك حنايا انا نشوف هكذا قويري نسي وهنا في دمي شايبي اون فويلي وتنزطو ايت نوري يطلع، لان كاين لي زاريلاتو ميم كي يطلع ايت نوري ما تخافش وقويري ما تخافش، لان عندك دو ريكوبير ينجم واحد يولي يجبد شويه الكوتي غوش الاخر يدخل شويه ولا رير دروع عطال يدخل شويه، فهمني؟ هذه سهله. نعطيك مير اكزومبل شوف إنيستا بار إكزومبل علي دور إنيستا شافي نعطيلك ماشي نعطيلك على إنيستا يلعب في الوسط لعب اون ويت لعب اون ديس ومن بعد واش ولا يلعب؟ ولا يلعب إلي غوش اون فويلي بصح يروح باش يدخل روليير كان روليير بليس لعب في الكوتي غوش باسكو يعني باسكو تشافي كان كوتي دروا لا 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 لعب في كوتي غوش كومبليتمون إلي غوش زافا إلي غوش لافونسونت واسمو سواريز سواريز وميسي مليه كان يروح لدم وشنو يروح يروح من بعد يدخل بالبالون باش يمد دي بال هكذا ولا يمد دي بال هكذا. حبيت نقول لك هنا ينجم يلعب شاي شايبي ينجم يلعب هذا ويلعب ليبروم ويطلع ويحبط ما يكسرش راسه كاع لان هالكولوار يتعاونوا عليه هو وايت نوري فهمني وما تخاف والو في هذا الباب هذا. حبيت نسالك ايضا على عمورة اليوم اللي شفناه كقلب هجوم، البعض كان يقول عمورة اختياره على الجهه اليسرى هو ولا قويري احسن لانه قصير القامه وعنده لا فيتاس، قال لك يعني نافون سونتر يعني كراس حربه كقلب هجوم بالقامه تاعو مع لي ديفونسور تاع افريقيا وفي نهائيات كاس افريقيا حيوجد صعوبه امام منتخبات قويه. واش رايك في مردوده اليوم؟ هل افيك دي كلكو ريغلاج ممكن يكون قلب هجوم ونخليو اومون ليبيريو اون بلاس على الكوتي غوش لجلب لاعب اخر؟ ما زيدش تكلم ولا قالوا لك ولا سمعت افون سونت خسير أغويرو ما يلعبش في الأرجنتين وما يلعبش في سيتي قصير سواريز لا سواريز قصير قد كو سواريز خلينا نهضروا أغويرو ما ينجمش يلعب راول راول قصير راول واش لا ما كانش أفون سونتر أفون سونتر كان لا لا كلعب فوفصد ويلعب في كوتي إلي إيه ورانا طاكوليك دا كدا وماركا العجب في ريال مدريد وفي الإسبان. انا نظن عمورة عندك لافونتاج فيه اللي بوليفالون
ينجم يلعب نيمبورت كال بوست في لاطاك بيان سور. دونك تربح ان جوار كيما هذا تربحه. وين عندك مشكل تنجم تحطو مي إلي بوكو بلوس افونسونت مع لي بال هكذا وهو يبوجي شتو دوزيام بيت واش جابو في الكوتي دروا لها. دونك سي ان جوار اللي نجمو نكمل على رضوان يقول لك عمورا ما يقدرش يلعب افونسونت باسكو الديفونسور الفروجيه في افريقيا عاليه كثير. القوه تاع عمورا واش يطلع بدماغ لا فيتاس ما يعرفش يطلع بدماغ لا فيتاس سي كوا لا فيتاس تعطي له سي لو كوتي يدماغ يخرج ولا فترو يدماغ باش ندافع الاخر يدماغ يروحوا ويرميوها له جوست ا كوتي يديماري عندك جوار كيما هذاك النقطه تاع القوه ديالو هي لا فيتاس. وانا علاش خاص نلعب له في السمانيه ماشي حيجري في السما راح يجري في الارض. سمير حبيت نسالك ايضا بعد اصابه سليماني اللي يظهر الان بعد تسجيله للاهداف تلو الأخرى أنه الرقم واحد في تشكيلة جمال بلماضي، هل تعتقد أنه تغيير سليماني بعد الإصابة المضطر أخاك لا بطل يعني كان ما عندوش الشواء لكن كان قادر ما يدخلش عمورة المدرب الوطني ويدخل بونجاح في إفريقيا طويل ومتعود على التسجيل لكن دخل عمورة. هل بونجاح بعد اللقاء الأخير أمام الصومال فقد الكثير من النقاط كخيار تاني بعد سليماني؟ يعني سليماني خرج اليوم دخل عمورة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عوار ما دخلش تماما وكنا ننتظروه لأنه أنا رأيي هذا يبقى مجرد رأي أنه عوار بمستواه اللي شفناه في الشوط الثاني ضد أمام الصومال أحسن من فغولي بكثير حسب رأيي، لكن يوم شفنا فغولي خرج الإطار وبعدها خرج وعوضوا اللاعب زروقي. الأول شكون قلت؟ الأولاني بديت لك بنجاح، غياب بنجاح كخيار ثاني. بنجاح صح في الماتش اللي فات مالغري ماركان بيت ما دارش ان روندمون حاجة كبيرة و توت سويت بالبادي كي تبليسا سليماني لا بونسي عمورا إي أ مون أفي لا بيان بونسي، لا بيان بونسي باسكو عمورا الآن أعطانا كما قال كالي وقاسي خيار واحد آخر أون أتاك كما يقولوا استعمال بولمبيان. Pour avoir, il a choisi, il a choisi Fogoli. Mais je pense que dans d'autres circonstances, Aouar est un ahsan dans la construction. Je pense que, je pense que En même temps, Aouar il a presque en 10. C'est pas le rôle de Fogoli, il a bien défendu ou là. Gouiri a quelque chose, nous Chaibé kif. Donc, Pour revenir le Bounjah, la question de Cardouan, Bounjah m'a déroulé, il n'a pas d'arche le match de fête. غويري ما دارش ومحرز ما دارش بورتون راهم يلعبوا سيفري هذاك ما عندوش خيارات واحده اخرى كيما سليماني كقلب هجوم دخل سجل امام الصومال حتى بنجاح سجل ولكن ما قدمش الاداء اللي كان ينتظر منه. واش قلت دخل سجل بنجاح سجل وما دارش اداء نعم غويري ومحرز ما داروش اداء ما داروش اداء وعلاه ما يخرجوش واحد فيهم يخرج شتيمو هذا السؤال ولا تغير لو بوست تغير لو بوست ولا لا مانيير يعني دخول محرز المره اللي فاتت دخول عمورا دخول عمورا نظن باللي الناخب الوطني كان يحوس لا فيتاس شاب اللي المدافعين تاع الموزمبيق شويه ما تقال ما عندهمش السرعه لا ني داكور معاك حوس لا فيتاس انا ني داكور معاك عمورا كي دخل سي اون بون شوز لان داير دوزيام بيت سنترال تيل مونتريل حبسها جا عمورا داها له وراح انا ريبونديت لا كيسيون تاعو باش تسمع اللي ما يلعبش بنجاح باسكو ما دارش مليح نقول له لا تقول لي لو شوا ايتي بورتي فير عمورا نقول لك وي سي اون بون شوز لا ما كان. سمير المردود المحير لرياض محرز للمره الثانيه في هذا الاسبوع ما نتكلموش على لقاء مصر وما نتكلموش على اللقاءات الاخرى. المره اللي فاتت مع الصومال لعب لمده شوط واحد فقط الشوط التالي محرز خرج وعوضوا الناس. المره هذه لعب لمده 74 دقيقه ومردوده مثل غويري مش ما نظلموش الى غويري محرز ايضا حتى الكونترول هذاك اللي موفي يديروا هذه المره ما كان حتى المقابلات تاع من سبتمبر طلع محرز اصبح الظل تاعو
أصبح ليس له المردود تاع قائد الفريق وأحسن فريق أحسن لاعب في الفريق المنتخب. الآن il faut être juste il faut peut-être donner la chance à d'autres ou بلك كي محرز بلك يولي للدكة بلك il va se remettre en cause parce que on joue pas en équipe nationale juste parce qu'on est capitaine d'équipe ou là parce que عندنا une longue carrière derrière et tout. Je pense الآن خيارات لازم تكون دقيقة ولازم تكون بارابور روندمون في التيران. إلا محرز عنده بزاف ما راهوش على اوتوري. إي نو دون با إي نو مونت با غران شوز. أنا نشوف باللي محرز أصبح من الحلقات الضعيفة في المنتخب الوطني. شاطر وقت يتكلم سمير. المدرب المفروض ما تكونش العاطفة مع رضوان. اليوم لما تقعد تقيم محرز تقول محرز ولو ما يكونش يعني حتى تكنيكمون سي التيران يدون با مي كقائد فريق كقائد مجموعه يلو دون با يعني ما تشوفوش يديريجي لاعبين في وسط التيران. اليوم بوتيت كو الحق وقت وين لازم على الناخب الوطني يحطوا في دكه الاحتياط على الاقل باش يتراجع كما تكلم سمير يقول بلي اليوم مانيش نمد. انا شفت المقابله تاع مصر مع جيبوتي ولو جيبوتي ما كانش ولكن شفت محمد صالح في الميدان كقائد كليدر تكنيك قائد الفريق وسجل اربع اهداف. هذا واش نطلبوا من محرز. اليوم محرز مازال عنده لي كاباسيتي باش بهذا الفريق هذا يديه الى بر الامان ولكن واش يقدم في الميدان منذ تقريبا نقول لك سنه منذ سنه ما ناش نشوفوا محرز نحبوه نشوفوه. واضح والناس علي بن شيخ دخوله هل تعتبره موفق ولو انه ما لعبش كثير لعب 20 دقيقة فقط هل والناس كان دخوله موفق في هذه المواجهة؟ شوف والناس كاليتي تاعو ما كاش لي يهضر عليها ولكن انا نشوف في والناس لو بلون فيزيك راهو ناقص داير مام ديكلاراسيون هو دارها ومام لا بري كيلكو كيلو باسكو لا سيسبونس لا بليسير تاعو طولت في ليل وهذا وين ناوي ريبرونا. انا نظن كي يولي لا فورم ديالو ما راح تربح لاعب رائع مي فو كي روفيان لا فورم فيزيكا مازال ماهوش في لا فورم فيزيك تاعو مازال. اذا راح نغلقوا ملف المنتخب الوطني بهذا الفوز الذي في انتظار يخلي المنتخب في المرتبة الأولى في انتظار لقاءات المتبقية في هذه المجموعة التي ستلعب يوم الثلاثاء. ونروح مباشرة لتصريحات الأسبوع. تصريحات الأسبوع اللي جمعها لنا كالعادة زميلنا عبد الرحمن علاق نشاهدوها في هذا التقرير ثم نعود. تصريحات بارزة ميزت الأسبوع الفارط رصدناها لكم في فقرة تصريحات الأسبوع. والبداية لاعب المنتخب الفلسطيني تحدث عن دور كرة القدم في الدعم والترويج للقضية الفلسطينية. رسالتنا احنا كشعب فلسطيني ان احنا عنا هدف في الحياة ان احنا دائما نكون جزء من اظهار قضيتنا واحنا بنوصل رسالة لكل العالم إن رغم كل اللي بيصير رغم كل الظروف احنا لسه بنمارس الكورة. الكورة جزء من قضيتنا واحنا بنوصل رسالة لكل العالم احنا لسه عايشين بنعيش وحنعيش واحنا مع القضية الفلسطينية وين ما كان ورح نوصل الرسالة لكل أنحاء العالم إن شاء الله. الدولي الفرنسي كيليان امبابي تحدث عن ترتيب الكرة الذهبية وحقية ليونيل ميسي في التتويج بها. Je suis pas quelqu'un qui a peur, donc j'ai pas de problème. Le classement, il est ce qu'il est. Messi le mérite. Quand Messi remporte une Coupe du Monde, Messi doit gagner le Ballon d'Or. C'est comme ça que ça marche. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur. Donc quand tu gagnes la Coupe du Monde, le 18 au soir, je savais qu'il avait gagné la Coupe du Monde et le Ballon d'Or, et tout le monde le savait. Maintenant, c'est sûr que Erling avait fait une grande saison, que moi j'avais fait une grande saison, mais à côté d'une Coupe du Monde remportée par Léo Messi, ça pèse pas lourd, quoi.
المدرب التونسي اليعقوبي الذي أحدث جدلا بسبب قيمة 7 ملايير سنتيم التي تقاضاها من شباب قسنطينة دون عمل، وهو الآن يشرف على جمعية شلف، طالب السلطات بضرورة النظر إلى هذا النادي ودعمه ماديا لحل مشكل مكافأة رئيس الجمهورية الخاصة بالكأس المحققة. سأفتح قوس للمرة الثانية وربما باش نقعد نفتح فيه القوس حتى يتحل الإشكال متاع متقلقوش مني متاع المكافأة متاع كأس رئيس الجمهورية. النادي يمر بضائقة مالية صعبة 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 جدا صراحة. السلطات مرة أخرى لن تكون الأخيرة، بربي تلفتوا للشلف واعطيهم هذا حق. أوني با أون تران دو مونديي، ماناش مدين يدينا في الشارع نطلبوا يا كريم تاع الله، هذا حقنا يلزمنا ناخذوه. الدولي السابق كريم مطمور انتقد مستوى اللاعب المحلي بعدما اشتغل مساعدا لبوغرا في المنتخب الوطني خلال الشان. من ناحية الجانب النفسي والتحضير الذهني للاعبين، لا يوجد شيء يتم بناؤه على مستوى الأندية في الجزائر. شخصيا لم أقابل العديد من اللاعبين المتقبلين لهذا المعنى. بشأن العمل بدون الكرة، نحن نميل إلى العمل كثيرا مع الكرة في الجزائر، ولكن عندما لا تكون لدينا الكرة ماذا نفعل؟ صراحة كرة القدم تلعب أكثر بدون كرة. الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر تحدث عن تطورات إصابته والتعافي تدريجيا، كشفا الفريق الذي لن يلعب له احتراما لناديه أسي ميلان. لا ريديكاسيون شو دان ايتان توب سا سوي سون كور تو تو سكو يي افي دي des grosses étapes à valider, on les a validées, voilà. En fait, j'ai pas de date dans le sens où, comme je t'ai dit, tu vois, faut attendre la réaction du genou. Là, par exemple, je vais reprendre la course sur les terrains. Je vais, là, par, non, pas du tout. Je peux courir. Là, maintenant, devant, je peux faire un sprint, hein. Je peux faire un sprint, je peux sauter. Mon genou, il a bien réagi. On a validé cette semaine. On augmente la semaine d'après, etc., etc., etc. Tellement, j'ai du respect pour ce club. Milan, c'est impossible. Ils peuvent me donner ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, l'Inter. Je te dis, moi, j'aime ce club. Je te dis pas que je vais rester toute ma carrière dans ce club, hein. Je sais pas de quoi il fait demain. Mm. Mais en tout cas, je sais que demain, j'irai pas à l'Inter. لاعب صلال القطري أوندي ديلار تحدث عن خيارة الناخب الوطني جمال بالماضي الذي كان يبقيه في دكة الاحتياط. Non, à ce moment-là, sincèrement, je calcule pas trop parce que comme tu dis, il avait fait sa préparation. Il y a Barda de Bounedjah devant qui fait une canne extraordinaire. Il y a Belaïli aussi qui fait une canne extraordinaire. Il y avait Brahimi sur le banc, faut pas l'oublier. Quand même Yassine Brahimi qui est un phénomène. Mais il y avait ce truc là et que cette équipe tu peux pas l'enlever, elle gagne. ليعود ديلار ويكشف أمرا خطيرا حين أكد أنه ساعد بليلي على تخطي مشاكله مع بريست بسبب بعض زملائه وكان وسيطا لالتحاقه بنادي أجاكسيو. Dès qu'il y a eu Belaïli qui a eu un problème à Brest, j'ai tout fait pour le faire signer à Ajaccio. Et alors que c'est certain qu'ils ont fait qu'il y a eu des problèmes à Brest. Voilà, je te dis ça, je te dis rien. الفرنكو-جزائري ياسين عدلي رد على الناخب الوطني جمال بالماضي بخصوص مستقبله الدولي وقال: أعلم أن الكثير من الجماهير تنتظر قراري بخصوص المنتخب الذي سأختاره. أرى أن الوقت لا يزال مبكرا لحسم موقفي لأنني ما زلت صغيرا وفي بداية مشواري الاحترافي، وكل تركيزي الآن منصب على تطوير مستواي والوصول إلى مراتب فنية عالية تؤهلني لانتزاع مكان ثابت في تشكيلة فريق ميلان. الدولي الجزائري ولاعب المولودية جمال بالعمري أكد أن هذا ليس مستوى المنتخب الوطني، والخضر قادرون على تقديم الأفضل خاصة مع قدوم الوافدين الجدد المطالبين بالتأقلم سريعا. تحس بلي ليكيب تكون بالك مخصوص شوية انسجام، بالك شوية لي جوار حشمانين، بس كان نعرف المنتخب ماشي هذا هو المستوى تاعنا. على بالي بلي نقدروا نديروا أكثر ونلعبوا أكثر. شيء أعدال ولا ملعب دي فوا الوقت تاع الماتش دي فوا كي تكون فوضى اون فاس دي فوا ثاني تدخل في الجو تاعهم سي بور سا يولي بان الماتش شويه فوضوي. دماء جديده في المنتخب، مي كيما قلت لك اللعب تاع افريقيا وحده، اللعب تاع لافريك صعيب شويه. نتمنى لهم يتاقلموا خاصه ذهنيا، لازم يكونوا واجدين في راسهم قبل.
إذن كانت هذه أهم التصريحات. لو نبدأ من البداية، مبابي يعترف أخيرا رغم أن البعض كان يقول أنه كان وراء ذهاب ميسي من البي اس جي، لكنه أكد أنه ميسي علي بن شيخ يستحق الكرة الذهبية العالمية، مؤكدا أنه يوم 18 ديسمبر تاريخ تتويج الأرجنتين بكأس العالم قال كنت على بالي بلي دا لا كوب دي موند ودا لو بالون دو باسكو سي لا كوب دي موند كي تدي ان تروفي هو اللي يحسب، ماشي الوصول للنهائي كما هو وصل للنهائي. قالك اديت موسم جيد لكن كأس العالم تتويج بها. وقال ايضا لاول مره انه ميسي يعتبر من احسن اللاعبين في تاريخ البشريه ان لم يكن احسنهم منذ نشأة كرة القدم. الحمد لله اللي يعترف بهذه، ولهذا نقول له انا نضل نقول ونعاودها الجنسي داير قالوها غوارديولا قالوها با مال دونترينور سمعتهم عندها واحد شهر ولا شهر ونص، وين الكلام اللي كنت نقول فيه هي ميسي يدي كل عام لازم يعطيو له بالون دور، ماشي كل عام دوك يحبس كرة القدم. لا ماشي دوك نهضر على لا كارير تاعو تاع هو مير جوار في الكرة الأرضية، والاخرين لو راست يلعبوا على بالون دور. انا جوريمي نشوف هكذا لو راست نتوما كاع نلعبوا باش تكون القيره بيناتهم لي جوار باش يلعبوا. شكون ممكن كان يقعد رونالدو يدي فيها بوندون دي زاني وميسي تحطوا الفوق هذيك، ماشي كيف كيف كاين المسؤول الاول الفوق ومن بعد يجيو دي مينيس ويجيو حاطين، ماشي كيف كيف ميسي سي ميسي. كي تجي من عند مبابي اللي تجي عند مبابي ولا تجي من عند الولد الصغير اللي قاعد برا اللي يعرف بالون يعرف بالون مبابي. لا قلت يعني مبابي لانه مبابي كان يقولوا كاين حساسيه بينه. لا ما كان حتى حساسيه، لو كان يقولها يضحكوا عليه الناس. جوار الحق في هذا المستوى كان يقول كاين حساسيه بينه وبين يضحكوا عليه الناس. سبورتا اللي قال هذا الكلام هذا يقولوا له شابو ما تنجمش او كان جوار او موند في المستوى هذا يقول ميسي انا كنت ما كاش من رغم انه ميسي وصل الامر الى انه تم التصفير عليه في البارك دي برانس من طرف انصا في شيء يعني، وهذه ما غاضت كثير الاسماء الكبيره في عالم كره في اسبانيا في فرنسا، وين قال لك اون سيف با ميسي. اه اون سيف بيان سور اون سيف با ميسي سيف لي ميسي حبوا ميسي يجيب لهم تشامبيونز ليغ ما كاش منها. ميسي واش دار في البارسا قلتها لك وعاودتها لك شحال من خطره، ما داروش وحده ما داروش، عنده اريير دروا الميرار دروا في الكره الارضيه اللي هو الفيس. مزيد تشوف واحد هكذا عنده انيستا تشافي بوسكيت روح ترياح، عنده نايمر عنده اسمه ليرغويا سواريز هادو كاع يخدموا لميسي والبام لهيه وين يروح عمره ما طرار وين ماركي ولا كسمي سونتري روح ميسي تروب مخدوم لا لا هذاك عفوا هذا كان شويه يحب هو ماركي وكذا نون بعد ولات كلش تخدم على ميسي وهو بيان سور هو الماشينه هو كل شيء. نروحوا للبطوله الوطنيه وما صرح به اليعقوبي المدرب الجديد لجمعيه شلف اللي كان عنده حكايه مع شباب قسنطينه يعرفها الجميع، يطالب ويؤكد بعدم ظلم فريق جمعية شلف اللي لحد الآن لم تتلقى الدعم بعد فوزها بكأس الجمهورية الصك لفامو شيك هذا اللي عادة ما يعطى للفائز بكأس الجمهورية لم يتلقاه الفريق لحد الآن، وهو يطالب بعدم ظلم الفريق وبأن يتم منحه حقه. نظن أن يعقوبي قال حقيقة، فريق كيما شلف مظلوم ما عندوش المعاناة من السلطات المحلية ما عطاولوش الشركة لورك سين ايكيب راك تشوفها في الشامبيونا شاك سيزون يجيبوا دو بون جوار يفون دو بون ريزولتا اون بليس دو سا. هادي الشيء اللي انا خلعني فرونسمون جي ايتي شوكي كي سمعت باللي لو شيك تاع لا كوب دالجيري كنا قلناها من قبل شوز كي نفا با شوز كي نفا با اون ايكيب دات لا كوب دالجيري الشيك جو بونس موالفين يمدوا اونتر 4 و 5 مليار اكثر كل شيء ممكن يكون سبونسور اكثر سبونسور ايتو هاد الدراهم كان يدخلوا في الخزينه تاع فريق تاع الفريق يعاونوا يفو بونسي او بتي كلوب هادو مالي لي انا بور موا سي دلا حقره
Non, quand je parle de petits clubs, les sans société. Non, sans société. Quand il y a des clubs. Allez, 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 monsieur, quand le club, c'est pas un petit club. C'est pas un petit club. C'est pas. Nes, fais mais tu cherches bien ton rôle. Nes, petit club, bah donc le Houmat. Je suis désolé. Solutat, mais des chériquettes, quoiya, les clubs. وش لف ما تحكي بالك كي مثل ولايه تقول ميزانيه في كلف الميزانيه على بالك باللي في شلف ما مش قادرين ميم با يديروا ميزانيه تاع عام العام اللي فات انا شفا قعدوا وي موا ما خلصوش ومام هذا العام سيرتيرمون ما مش خالصين سي با نورمال دوك ابري تروح وفاق سطيف تروح لشلف تخسر في شلف ما هو الفرق بين وفاق سطيف وشلف هو اتحاد بسكره في الميزانيه اتحاد بسكره اللي فاز على اتحاد العاصمه اتحاد العاصمه ما هو الفرق ما عندهاش ميزانيه نشوفوا في... الوالي مؤخرا عطى لهم كامل انا نشوفوا باللي انا يفو دي لافي الحكره راهي عيناني يفو سي فري كو كان لازم يكونوا كامل كيف كيف ماشي كاع كيف كيف سي امبوسيبل نمدو اتو الموند لي غروس سوسيتي ناسيونال اتو مي او موان انا ما تحقرنيش اعطيني كاين شركه معروفه في سي با لابان سيتي وها في شلف اي با يمدوها يمدوا لها لايسو يعاونوها او موان يصيري والبيجي او موان لي جوار خالصين اللي ترون انا يفو دي لافي الحكره راهي عيناني يفو سي فري كو كان لازم يكونوا كامل كيف كيف ماشي كاع كيف كيف سي امبوسيبل نمدو اتو الموند لي غروس سوسيتي ناسيونال اتو مي او موان انا ما تحقرنيش اعطيني كاين شركه معروفه في سي با لابان سيتي وها في شلف اي با يمدوها يمدوا لها لايسو يعاونوها او موان يصيري والبيجي او موان لي جوار خالصين لي ترونسبور مي نروح انت شلف دير اون انكيت تلقى باللي انا نعرف لي ديريجون تاعهم ما في نقصر معاهم صح هما ديك سي اون كاتاستروف وهما ماهوش هما ما مش مامنين كيفاش راهم يجيبوا لي ريزولتا هذوما نعم على كل حال ان شاء الله النداء ان شاء الله النداء هذا يوصل ولكن هي البعض قال كيفاش هو اللي تحصل على 7 ملايير من اداره شباب قسنطينه يتحدث قال كون اعطاهم شويه من ذوك الدراهم الجمعيه شلون باش يساعدهم شويه سي بوسام الناس امر واحد اخر الناس الناس قال لك علاش هو اللي يتكلم وراه صح وراه رئيس النادي تاع جمعيه شلف من المفروض يخرج للعلن ويتكلم في وسائل الاعلام ان الفريق لم يتحصل على الصك ان نشوف باللي كاين تعتيم اعلامي مش من طرف الصحافه من طرف اداره جمعيه شلف التي لا تطالب هذا لو يدموندي على الانترينور تاع لا كوب دالجيري تاع لا كوب دالجيري هو كان في لا كوب دالجيري لا ما كانش كان عمراني ايه الريحه تاع دراهم مليح صح هو قال لك هذا حقنا هو ما كانش في لا كوب دالجيري هذاك حق الفريق مش حقه هو يعني طيب احنا نهضروا على الكلام يدافع على الفريق تاعه على كل حال يدافع عليهم عنده الحق يدافع عليهم محمد قاسي سعيد كريم مطمور قال باللي اللاعب الجزائري المحلي قال تكنيكمون عنده مستوى قالك ولكن من الناحيه النفسيه من الناحيه التكتيكيه سيدي جوار كيجو افيك لو بالون قالك الكره الحديثه تلعب خاصه بدون كره لما ما تكونش عندك الكره يعني يتكلم على الجانب التكتيكي بما انه عمل في طاقم مجيد بوغرا ولو انه الان ماهوش مع بوغرا في قطر راهو متواجد الان في المانيا واش رايك في كلامه واش هو لعب ودرب يعني واش تعلمت واش تقدم سي تادير واش تعلمت في صغرك مع المدربين لما تكونين انت دي جونيور قلت الحق سينيور واش تعلم هو اللي تقدمه اذا كان المدربين تاعنا خاصه في الفئات الصغرى يعني ما علموش هاد اللاعبين هذوما لما كانوا يتكونوا هنا راح يكون لهم مشكل لما يكبروا اذا واش كان يقول مطمور عنده الحق اللاعب الجزائري موهبه مو تكنيكمون ما كاش تشوفوا يلعب برا في الحومه يعرف يلعب ولكن لما تنظمه وتديه للميدان لما تكودي فيه هنا وين يكون المشكل لازم يكونوا عندك مدربين مكونين في المستوى العالي وهنايا يولي دائما نقول باللي باش تكون طفل لازم يكون لعاب قديم لان ما هو ساهل باش انتم علموكم بكري تلعبوا بدون كره صراحه علمونا شكون المدرب تاعك تاع احنا كان عندي مدرب انايا عندي توتال طول ربي يطول له في عمره كان عندنا ابرير الله يرحمه كان عندي بالعابد مختار الله يرحمه كان عندنا موندرو كان عندنا ماكري زرار وقيل لا زرار سينيور يعني نقول لك هذه الكاتيجوري جان تشوف موندرو نتاع المدرب الروماني كان في القبه حاكم كاع لي جان تاع القبه نظن باللي هنا راهو المشكل رضوان اذا الطفل خرجته كيما تحت شجره لما تخرسها يعني تسقيها مليح وتعكاش تمشي معها تخرج لك قبالها ولكن ماذا اللاعبين الجزائريين نعطيو اخر مثال عموره
عمورة خرج من البطولة الوطنية، كان في أمن ولاية جيجل وابن مدينة جيجل، راح لوفاق سطيف ما لعبش كتير في وفاق سطيف، بعدها بان في وفاق سطيف، راح لعب في سويسرا، الآن في بلجيكا يفي أكتوالمون لي بوجور تاع المنتخب الوطني وتاع ناديه أيضا. ما نظنش أنه كان عنده تكوين يعني كبير جيجل. عنده موهبة عمورة، عنده موهبة، واليوم راهو حتى في بلجيكا راهو يتكون. شوف نولي واش كان هضر عليه مع الأول، واش هضر مع الأول، قال له ما تبقاش غير تجري بالبالون هنايا، دوك تشوف باللي هذا اللاعب هذا خطر، راه بدا يعني يفرض نفسه، ولما تفرض نفسك تحب تدير كلش، هذا خطا يعني، هنا كاين خطا. دوك شوف المدربين تاعو في بلجيكا يحاولوا هذا الخطا هذا. سمير راح بيضيف ربما شيء باش اولا معك. كنت انا نتمنى ان لي زونترينور الجيريان هما اللي يردوا المثمور. Il a posé une problématique, mais je cherche un entraîneur en activité, ici, comme voilà, au stylo, ou là, un post Facebook, il dit, ouais, il mise faire de la. Je n'ai pas de notre question. Tu as dit, c'est Amoura. Amoura, il a fait la bugue d'une couronne, mais il n'y a pas. انا ما كنتش انا نجاوبك هذه المدرب تاعي اليوم 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 في المباراه اليوم يعرف يلعب برهن لك باللي يلعب بدون كره. انا دي فوا دي فوا جو دي فوا هذه تاع البرودوي لوكال ما كان والو وما يعرفوش وما يعرفوش. انا ملينا من هاد الكاسيطة والله ملينا منها. كاين وكاين ظروف البطوله الوطنيه الجزائريه عندها ظروف، عندها ما عندهاش مستوى، ما عندهاش لي مويان، يا با دو سون دو فورماسيون كيما قال قاسيل، التكوين لازم هو المال مي لازم ماشي اشاك فوا كيفاش يقولوا نقزموا الاشياء. كاين دي جوال نخرجوا من البطوله الوطنيه اصبحوا تيتولار في ليكيب ناسيونال واصبحوا هما اللي يديروا لا ديفيرونس. دونك il faut pas tout stigmatiser tout rendre négatif. مي جو روف انا نعاود نولي لك، انا جوري مي كو لي زونترينور اون اكتيفيتي لازم يدخلوا في الديبا. شوف المباراه، شوف المباراه تاع اليوم، يا با فوتو بين عموره وقويري، مردود قويري اللي عنده 74، عنده قويري 74 مباراه في الفئات الشبانيه مع المنتخب الفرنسي، عموره عنده 3 أو 4 مباريات في المنتخب الوطني، لعب في سطيف كان يلعب كاحتياطي، بعدها راح البطوله السويسريه واليوم في البطولة البلجيكية. أنا معاك ما لازمش ننتقدوا كل ما هو محلي في كل مرة، لأنه أنا تكلمت مثلا مع علي بن شيخ ومحمد قاسي سعيد هنا في الكواليس في حديث جانبي الأسبوع الماضي على ما أعتقد، قال لك احنا لما الناس يتكلم على لي سونت فورماسيون هادو ومراكز التكوين، قال لك كنا احنا صغار كان عندنا مدرب يتكلموا عليه كامل دوبيا الكمال، هذا الكمال مدرب او على قيد الحياه توفى. لا 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 توفى توفى الله يرحمه ويوسع عليه باش نترحموا عليه. الكمال هذا قال لك مكون بارع. انا ما نسمع الكثير من الاسماء الكبيره تتكلم على عمي اسماعيل خباطو كمدرب، كان يجيه مدرب المنتخب الفرنسي باش ياخذ عليه دي الاخر. صحيح ارسلني هي هي جاب لي ربي ديفينا ديفيتو شويه على لا كيستيون تاع مطمور واش قال. تتولي العمي اسماعيل خباطو اللي سيتي ان جيني في الاخر، وهذيك الجينيراسيون حنا ماشي كيما هاديه. هذاك الوقت كانوا دي زونترينور تاع لي جون في المستوى، ناس كبار وكاع فوتبالور، كاش هاديه ورقه كل شيء يوريهولك. دونك دزنا هذوك المراحل وتلحق من بعد تكون ديجا بيان فورمي. نو تكون بيان فورمي وزيد يقول لك لحقنا مومون دوني ليكيب ا. كاين سارتان زونترينور في ليكيب ا ما نقولش اسمهم ناقصين تاكتيكمون، ناقصين دونك من الخدمه او نيفو اللي كنا نخدموا او نيفو دي كاتيجوري جان كانوا لي زونترينور في المستوى. اليوم كي نتكلموا لي كالكو زاني هنا اون اريير اون الجيري جو سوي داكور مع مطمور. انا شوف الشامبيون انت، شوف الشامبيون الجيريا وراه انتيا الجوار يلعبوا بزاف سون بالون، بتات تصيب واحد زوج باسكو سون بالون. واش هو سون بالون؟ نعطيك مثال البلاسمون، نعطيك مثال شاي بالماتش اللي هذا ولا اللي فات تصيبوا حتى تصيبوا هو خرج من الجهه اللي مليح، باسكو كي تكون تلعب هو يروح يدوموندي يلقى الحلول. مي او نيفو دو نوتر شامبيونا قلال وين تشوف لي جوار يلعبوا سون بالون، يعطيك بالون من الاخر من الاخر يروح له مليح رار ناقصة. علاش يجلو يحكم بالون؟ علاش خاطرش انا تكلك مونسينيو علاه باسكو او نيفو دي جون
ماجوريتي ديك لا ما نقولوش كاع ما كاين والو خدمه ريان دي تو كوم خدمه دايرين الناس يبزنسو يجيبوا لي باباه مرفه اللي يشري له كادو اللي يبعثوا عمره اللي يبعثوا لتونس فواياج اللي داك 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 دا وهي رايحه لتماتيك ما كاين والو خدمه حبيت تخدم باش تولي اون ايكيب تلعب كيما يقول لك دي جوار سون بالون لازم لا باز دير في المدربين في المستوى هذه اللي تخليك انت هي تلحق لها الدرجه هذه. واضح نروحوا لبن ناصر محمد قاسي سعيد اللي اكد انه لا يملك تاريخ محدد للعوده سا ديبون قالك لو جونو تاعي كيفاش ريبوندر كيفاش ريبوندي من جهه من جهه ثانيه يقول لك لا يمكنني ان العب في نادي واحد فقط في العالم وهو نادي انتر ميلانو طبعا مقارنه بميلون اسي ولكن كاين في حساسيه بين ميلون والانتر وكاين حساسيه بين ميلون ونابولي ايضا نابولي كاين حساسيه كبيره بين ميلون وجوفنتوس هل تعتقد انه راح ربما يخلق لنفسه عداوه مع انصار الانتر بدون سبب كان قادر ما يجاوبش على هذا كان قادر ما يديش هذا التصريح هذا ولكن نقول لك شحال من لعب قال ما لعبش نادي كيما هذا يعني شفنا البارسا والريال ولعبوا فيجو لعب يعني عده لاعبين رونالدو البرازيلي هنا وهنا البرازيلي لعب فيه حتى في رونالدو البرازيلي لعب مع الانتر ولعب مع ميلان على ما اظن نعم ولكن العوده ديالو العوده ديالو شيء صعيب رضوان وعطى اشارات قالت ما عنديش يعني وقت محدد وقت محدد باش نولي وانا نظن بصراحه الشك باش يولي في كاس افريقيا ربما يعني بعد كاس افريقيا اعطوا له الوقت الكافي رضوان اعطوا له الوقت الكافي باش يبرا ومن بعد نشوف سمير هل ما زلت تطمع كمثل ما طامعين كامل انه بن ناصر يقدر يكون في كاس افريقيا القادمه وعلى بالي بلي هذا الجوار يقدر يجيب لنا 50% دو بلوس في الميليو تيران سي ركيزة المنتخب المنتخب الوطني بدون بن ناصر او بناصر شيئين مختلفين انا امل ان شاء الله احنا نداولوا انا جو بونس سي با امبوسيبل سي با امبوسيبل اون فيرا لا رياكسيون تاعو كي يبدا لي ماتش سورتو هو قال دوبي ديسمبر سي سا هو قال لي ماتش وقال الماتش الاولاني سي لو 10 ديسمبر ولا لو هو راه يقول هو بدا يدرب مع مجموعه مجموعه مش يدرب مع ان شاء الله ان شاء الله احنا بيان سور سي تعرف باش يجي كاين هذه سي علي لما يكون فريق منافس فريق كاين حساسيه كيما نقولوا مولوديه سي ار بي ولا مولوديه ليسما صعب انك تلعب في فريقين هذه خاصه في اوروبا سير صعيب سير غادي اون اوروب وراي صاير راك تشوف الانتر ميلون ريال بارسا كالكو جوار داروها مي با تو المون انتم مثلا في مولوديه الجزائر عمر بطروني كان احد رموز المولوديه لكنه لعب في اتحاد العاصمه اللي هو الفريق الغريم عادي عادي صح بطروني ماشي هو راح للاسماء شكون راح واحد اخر بلاصتو باسكو حبسوه داروا لنا قانون تاع 28 اون صح باش يهلكونا وهلكونا الفريق على هذيك راح لازم يروح يلعب وجاوا راح لسما جاوا لسما ولا راح لسما وفي حقه يروح يلعب قاعد قاعد بلا ما يلعب دبري سامر عمري ديلور هل ظلم في المنتخب الوطني تصريحاته الاخيره تشير الى ذلك قال لك يعني انا كنت في اعز عطائي لكن الفريق كان يمشي المنتخب الوطني وكنت دائما الرقم ثلاثة بعد كل ميم سليماني وبنجاح بنجاح اللي قال دار كأس إفريقية كبيرة ما كنتش أنا مع الخيارات وخممت في وقت من مضى أن أعتزل والمدرب أغضب علي أني نجبد روحي لمدة عام والحكاية هذه لكنه أيضا أخرج تصريح يقول فيه بأنني ساعدته بالليل من أجل الانضمام إلى نادي أجاكسيو نعرف العلاقة الوطيدة بينه وبين المانجير العام لنادي أجاكسيو اللي هو ابن جون ميشيل كافالي ما على بالناش لداه تانيك البرست من برست الى اجاكسيو بدون ما تلقى هو ايضا عموله لا ادري لكن يعني يفتح النار على زملائه ويقول كاين ناس كانت ضده كانت تدير له مشاكل اللي بالليلي اعتقد انه هذه الامور تجاوزت الخطوط الحمراء لانه يرمي هكذا وما يتكلم ما يقولش الاسم وربما يفتح الكثير من التاويلات ولكن هو لمح بوضوح على دور سليماني لانه سليماني كان يلعب في برست انا ما نقدرش جو با كومونتي مي بونس كي لابارتيان سي ماني دو ريبوندر سو جور داكوزاسيون لي على كل حال كان تمشي سي دي ريمور صافي اون اني او دو
Mais je me refuse de commenter. Je pense que c'est à Slimani de répondre à ce genre d'accusation parce que. يعني شويه في الاكوزاسيون غراف ثاني غراف بيان سور سي بور سا كو تديك انا اظن ان التلميح الشره باينه على سليماني باينه وخرجت في ولانه ربما الان الان سي سليماني دو برون لا بارول هو ما قالش سليماني على كل حال لم يقل سليماني ولكن محمد قاسي السعيد ما تشوفش بانه هذه عندها علاقه بانه بعض الاسماء بعض الكوادر في المنتخب الوطني ربما من بينهم سليماني مبولحي هذه ما تخفاش حتى على واحد كانوا ضد عودة مبولحي ضد عودة ديلور للمنتخب الوطني ونعرفوا بأنه ديلور سي يلعب سي لو كونكورون تاعو الكونكورون تاع سليماني في المنتخب الوطني سليماني هو كان الرقم واحد هو بو نجاح ما تعتقدش أنه ماهوش وقت أنه يقول مثل هذه الأمور لتصفية الحسابات هي لما تكون لاعب يقترب من النهاية تاع المشوار ديالو يخرجوا هاد المشاكل هادوما ولكن دولور لما المنتخب احتاجوه ما صبناهش رضوان لما المنتخب كان بحاجة إليه صبناهش قال لك أعطوني سنة أنا قلت باش ناخد ولكن في بعد ذلك رجعنا وي فاليبا ترجعوا حتى المنتخب الوطني قال لك وني نوض الشهداء ما يقبلوش نرجعوا ضمن التصريحات هذه ما تفيد حتى واحد يعني انتم راح تخلصوا المشوار تاعكم الكروي وراح تتلاقاو تولوا كما كنتوا بكري نظن باللي هذه ما زيد لك في العمر ما تنقص لك كلام مثل هذا هل تجد علي بن شيخ انه كان في محله او في وقته على الاقل والفريق مقبل على نهائيات كاس افريقيا ربما هذا راح يزيد ربما الشحنه بين اللاعبين بين الاسمين تتكلم على بليلي بهذه الطريقه كانك انت اللي ساعدته بالليلي اعتقد انه لاعب عنده مستوى يعني واحد ما يقدر يقول العكس انه بالليلي يقدر يلعب اين يريد لماذا يقول اني اون بليس كو ديال اجاكسيو اجاكسيو هذه ماهيش برشلونه ولا اجاكسيو فريق نزل القسم الثاني انا نقول لك حاجه بريميرمون ماشي وقتها وماشي في محلها الكلام لو كان خرج في هذاك الوقت ممكن مي دركا جوزينا بيرسي داير واحد ما حاجه غير عدلي محمد قاسي سعيد يقول لم أقرر بعد العودة أو المجيء للمنتخب الوطني ويرد شوية على المنتخب الوطني اللي قال لا بالا عند الكون في الكون تاعو قال لك شو سيون كورجان جو مي كونسونتر سور مون كلوب ومن بعدها نشوف الخيار تاعي لا هو من حقه يقول لك جو كونسونتر سور مون كلوب يحب يربح مكانته كأساسي ولكن إذا كان يخمم باللي راح يكون عنده اختيار آخر في منتخب آخر من الصعب باش تلعب اليوم المنتخب الفرنسي نظن باللي حاجه شبه مستحيله وقتاش يحب يلعب في المنتخب الجزائري هذه نقطه الاستفهام قال لك لما يكون اساسي في نادي ميلان تماك راح نلتحق بالمنتخب الوطني ماشي عندي الاختيار لان الاختيار ما كاش ما كاش اختيار بين المنتخب الجزائري والمنتخب الفرنسي المنتخب الفرنسي سامي من المستحيل بريس كامبو لا المشكل مش تعرف وش حيصير في المستقبل لا المشكل هو كأس إفريقيا للأمم عدلي il veut gagner sa place في ميلان وباش تغاني لا بلاص في ميلان ما لازمش تروح لا كوب دافريك باسكو كان تروح لا كوب دافريك سي بون باي باي عدلي في ميلان سورتو ولا اونتر تون ولا بالنصر ما كاش مكان دونك انا المشكل بور مو عدلي سيلتحق بالنخبه الوطنيه ولكن بعد كاس افريقيا علي بن شيخ جوسكا بريزون عدلي مازال ماهوش داير حاجه كبيره في ميلان لعب كلكم ماتش يلعب مازال ماهوش قال تيتولار بارونتيار كيما بن ناصر يوزن سيفري دونك وهادي راني داكور معاه لازم يخدم باش يجي بلاصتو سورتو كو بن ناصر غايب في ميلان سي لوكازيون باش يخدم ويجي بلاصتو باش يجي بلاصتو ماشي يزيد يجي لا كوب دافريك ضيع الوقت ممكن يسيوا نوجر ويدي له بلاصتو كامل يولي اون روتار ونظن ان هذا الامر الى ايتي ديسكوتي مع جمال بالماضي سيرمون سي سور بيسكو راهو مون كونتاكت كونستون سبي نروحوا نغلقوا ملف التصريحات الاسبوع ونروحوا للبطاقه الحمراء البطاقه الحمراء جينجل ونعود البطاقه الحمراء البطاقه الحمراء التي تشاهدون نريد ان نخرجها اليوم لما يحدث في اتحاديه من الاتحاديات الجزائريه
الرياضية تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، وفوق وزارة الشباب والرياضة كاين ناس يحكموا في هذا الوطن ويغيروا على هذا الوطن، ولا يقبلون الحقرة والظلم لأي رياضي يمثل الألوان الوطنية. كنا تحدثنا يوم الخميس في حصة بالمكشوف حول الرياضية كاميليا، هذه الكارتمانية هذه اللي جابت للجزائر أكثر من 30 لقب، 30 لقب بين بطولة إفريقية 12 مرة، زوج بطولة عالمية، ألعاب البحر الأبيض المتوسط. لكن لا حياة لمن تنادي، نريد فقط أن نذكر الجمهور الرياضي وأيضا الوزارة الأولى، لأنه خلاص وزارة الشباب والرياضة تجاوزوها لأنها لم تقم بأي شيء، أن القضية أصبحت قضية حياة أو موت، لأنه الأمر يتعلق بمن يقدم لهذا الوطن دون أن تكون نجدة أو طلبات النجدة ودق ناقوس الخطر يكون فيها رد فعل، رغم أنه في بعض الأحيان تكون ردود فعل على بعض القضايا كالكوكا هكذا، ولكن نريد أن نذكر بما قالته الرياضية وبما قاله التولاتي وأيضا زميلنا رشيد عباد اللي كان معنا هنا في هذا التذكير فقط. ثم نعود حج سعيد كاميليا، هذه البطلة لمرتين بطلة العالم في الكاراتي، عندها 18 بطولة تاع الجزائر، 18 بطولة تاع الجزائر، تصوروا 18، هذه بطولة العالم، عندها زوج بطولات عالم في 2009 وفي 2022 مؤخرا، عندها 12 مرة بطلة إفريقيا، 12 مرة بطلة إفريقيا، 6 في الفردي و6 في الجماعي، عندها الكثير من الألقاب العربية المتوسطية، هذوك ما حسبتهمش، حسبت غير الصح، الشامبيون ناسيونال أفريكا وعالميين. شاهدوها وما نملوش من هذه الصور الجميلة، أعطينا باقي صور عادل من فضلك. دائما في المرتبة الأولى مع الكثير من البودة، بطولة عالمية، زيد لنا صور أخرى حتى نشاهد، دائما في المرتبة الأولى العالم الوطني دائما يرفرف مع هذه البطلة التي شرفت الجزائر إفريقيا وطنيا وعالميا في كل مرة. هذه بطولة العالم نعم الأخيرة تاع 9/11/2022. عمون صوانا يعني في نقدر نقول لك في فراغ. عمون نص ملي دارت لي الاتحادية كان عندنا أول سواديزون كما احنا نقولوا جلسة تأديبية، وهذه الجلسة التأديبية أنا نقدر نقول لك ما نشوف يعني ما عندها حتى أساس، يعني أنت تروح تتكلم مع أونترينر تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تشوف تمتم لا فيديراسيون بريزيدون فيديراسيون يدخلك نعم يدخلك كونسي ديسيبلين اللي كان نورمالمون في 9 جوان 2022. يعني لحد الآن ما كانش عندي رد على هذا، يعني جست رحت الجلسة التأديبية وهما كانوا دوموندو لي اون لاتر كما احنا نقولوا لاتر ديكسكوز. نعم وانا بطبيعه الحال ما درتش لاتر ديكسكوز باسكو ما شفتش روحي، وكونطرير شفت روحي كشغل مظلومه، يعني كيف انت تحس روحك تشوف روحك مظلوم، يخسروك وما يخلوكش مين با تشارك يعني في الجماعي، تشارك يعني في الجماعي. ملي بديت وانا كنت كلاسي الاولى، كنت كلاسي الاولى وهذه اللي كانت فيناليست معايا كانت كلاسي الثانيه، لانه احنا في الكاطا نديروا شغل استعراض، وكان لي كلاسي الاول في هذاك الدور هو اللي عنده الحق في الدور الثاني ديال الاستعراض تاعو هو الاخير. أوكي. لحقنا حتى النصف النهائي، النصف النهائي هي يكون اربعه، انا كنت الاولى ولا ثلاثه تاعها هذه كانت الثانيه، وبعد كانت وحده ثالثه رابعه. كي جينا داخلين جا عندي حاكم قال لي كاميليا، قال لي ما تدخليش انت الكاتريام. قلت له علاش؟ قلت له باسكو كلاسيت الاولى نورمالمون انا. قال لي لا، قال لي هاد شغل سوا ديزون هاد لا لوا تبدلت. قال لي تما دوكا نعاودو نخلطوهم. قلت له اوكي معليش، عاودو خلطوهم. لا ثلاث تاعها دارت لها الكاتريام وانا الثروازيام، معليش نورمال كانت وحده الثانيه وانا الثالثه وهي رابعه. لا ميم شوز، جينا داخلين يعاود يجي عندي هذاك الحاكم. قال لي كاميليا عبالك؟ قال لي طفى لنا السيستام. قال لي طفى السيستام، تما الميكرو تخلطت لابول، نعاودو ما تدخليش ثروازيام، تدخلي دوزيام. وسبحان الله الكاتريام ما تبدلش، تما غير انا نقعد نطلع نهبط. نشوفها تهضر في التليفون مع بريزيدون فيديراسيون من الفوق كذا، منا رحت عندها ديريكت هما، ما هضرتش كاع مع الحكام باسكو على بالي بلي ما نعرفهمش اصلا انا هذوك الحكام، على بالي ماشي هما. رحت قلت حسبي الله ونعم الوكيل، انا مازال ما كملتش حسبي الله ونعم الوكيل، تطاطاكي فيا يعني روحي وعبا كلام شغل ما
روحي كذا منا ندير بك رابور. قلت لها نو، قلت لها ما، قلت لها واش صرا كاع، شغل هاد اللعبه اللي لعبتوها جوغ نيفو نيفو با، ما كاش زعما المستوى، هذاك المستوى تبدلني منا، بعد يقول لي ما باليش انا شنو تريسيتي، راحت نعاود الاخر وكلش. وبعد ديريكتومون جيت رايحه معليش عندنا البارتيسيبي وفي الجماعي، شغل نبداو بلي زانديفيديوال ندخلوا في الباريكيب. جيت طالعه هبط بريزيدون فيديراسيون، قال لهم والله ما تدخل، قال لهم ما يدخلوش، قال لهم ما يدخلوش في الجامعي، الور كو لي تروا اللي كنا داخلين سي دي شامبيون دو موند، عندنا لقب عالمي في 2009 لي تروا. جينا داخلين وحنا اللي كان عندنا تما اللقب قبل تاع الجزائر كيف كيف ملي بدينا. جا دخل قال لهم والله ما يدخلوا، قال لهم يدخلوا رئيس الاتحاد، منعكم من المشاركه في الكاطا الجماعي، الجماعي في بطوله الجزائر. انا دونك ومن بعد هي قال لك، بعد قالوا لي نون ديري لتر ديكسكوز، وانا قلت لك درت هاد لا لتر اكسبليكاتيف. وبعد ملتم ما بان والو، شغل كنت كيف كيف طلعت اللي كان وزير انا ذاك كيف كيف، ما شغل يستقبلوك يقولوا لي سي بون الريح ما يقيسك شو كلش، مي شغل اوكين رياكسيون. دونك ليكيب ناسيونال كيما رجعوا ليش هذاك الوقت، تما انا كنت كيما حنا نقولوا خاضع الكونسي ديسيبلين جوغ مجمده، ميم سي يديروا دي كومبيتيسيون ولا انا راني اير، باسكو علاه مرج نورمالمون ابخي ان موا راني حطيتها تما الورقه، كاين من قانون فيدراليه قانون الماده 13 يقول لك لازم شهر ترجع لا ديسيزيون تاعك. اول حاجه انت واحد يجيب لك شامبيون دو موند، لو كان ديت انا اتلت تاعهم يديروا انجاز تاريخي، يديروا انجاز تاريخي خي، باسكو علاش كانوا داروها اللي قبلي، داروها في الاختصاص تاع شوطوريو وكتبوا دولي بريم المينيستير وانجاز تاريخي وميداليه برونزيه، انا ميداليه تاريخيه تقولهم نعاقبها، تقولهم نعاقبها. تم تحريمي وقلت لكم اللي جوزوني لجنه تاديبيه، ومن بعد زادوا لي اون دوزيام لجنه تاديبيه اللي ما على باليش علاش هذيك لا دوزيام ما فيهاش الموتيف. ملي جات هذه المدربه ملي دخلت الفريق الوطني كانت مام كي كان الوزير اللي كان اسبق ولد علي كان دار لنا اجتماع نفس، شوف نفس توجور لو ميم بروبليم. انا كنت مام ياك درت دي فيديو، هذاك هو اللي كان بروبليم شغل سقوها لي كوتي بوليتيك. حنا دوكا اكتويلمون اي اتليت يبان في لي ريزو سوسيو يقولوا يلصقوا له تهمه تاع البوليتيك. وانا من هذا المنبر ما عندكش، وانا من هذا المنبر نفهم حاجه برك، في حياتي ما راح ديريكتومون لا تيلي جامي نسبق بالاتحاديه، مول الاتحاديه الوزاره نعرف هاد لي زيتاب حتى نشوف باللي ما كاش اذن صاغيه الله غالب لازم نسمع صوتي انا. نعم اذا اجتمعتي مع الوزير واش عطاك ضمانات؟ قال لك بانك راح تشاركي في البطوله العربيه، في البطوله العربيه. نعم. قال لي اونطريني ستحل، قال لي اونطريني برك، قال لي اونطريني برك، وباذن الله يكون يعني رد الاعتبار. لانه يعني علاه دومونديت رد الاعتبار؟ باسكو كل حاجه يعني اللي تعرضت لها اي رياضي نخبه لانه ما يقبلهاش، نقدر نقول لك سي تان مونك دو ريسبي اونفير البالماريس تاع اونفير البالماريس تاعها، سي ان مونك دو ريسبي. كل هذا حاولنا نختصر لكم ما قالته هذه البطلة، بطلة العالم، حول ما يحدث في اتحادية الكاراتي دون أي ردة فعل، لا ندوة صحفية ولا بيان للجنة الأولمبية ولا بيان لوزارة الشباب والرياضة. وستستمعون أيضا عقب الفاصل الإشهاري لما قاله ضيوفنا هنا ومحللين حول هذه القضية. ابقوا معنا، سنتحدث عن كل هذا وعن بطولة المحترف الأول والقسم الثاني هواة عقب فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. راية كل فتحة فيها حكاية، في التحديات المثيرة، في الخرجات الخلوية، ولا في السهرة الشعبية. راية ديما معايا، انتخب منتج العام من طرف المستهلك الجزائري عن فئة المكسرات. سيدتي الكريمة، راكي حابة مكلتك تخرج صحة بنينة، عليك ولا مارغارين تارتين؟ بقلاوة تخرج طرية، عليك ولا تارتينة؟ مجاجة طيب مشوية، عليك ولا تارتينة؟ والبغرور يخرج بنين، عليك ولا تارتينة؟ روح لي وزلا بارتين، عليك ولا تارتينة؟ والطمينة تعمر العين، عليك ولا تارتينة؟ وطعام يدوب في الفم، تارتينة تارتينة. دقيقة دقيقة، هذا كاع مارغارين تارتينة.
عالمي في مختلف المواقع العالمية، بعدها المنتخب الوطني والفوز المحقق عشية اليوم في موبوتو بالموزمبيق 2-0، ثم تصريحات الأسبوع، وإحنا الآن في البطاقة الحمراء حول البطلة كاميليا حد سعيد وما تعانيه هذه البطلة. كنا طرقنا لهذا الموضوع في حصة بالمكشوف يوم الخميس، وكان رد أيضا كل من حضروا في هذا البلاطو محير ومحير جدا. استمعوا للجزء الثاني، مقتطفات مما قالته وما قاله محللينا. انا الاعلام باش ندير البوز ولا باش نديرو كونترير؟ جاي الاعلام باسكو رحت ايتاب بار ايتاب، رحت لا فيديراسيون فيديراسيون، رحت الوزاره الاعلى المسؤول على القطاع، ما كان والو. اوتوماتيكمون نروحو كش ما نسمعو صوتنا، كش ما يشوف، كش بالك مع باليش انا نقول كش مسؤول ولا يسيفري البروبليم تاعك. باسكو على اكشوالمون رانا نشوفو بلي الاتحاديه هي هيئه اكيد راهي محميه، يعني عندها شكون يحميها؟ بصح الرياضي شكون يحميه؟ شكون يحميه؟ شكون يحميه؟ نورمالمون الاتحاديه لوجيكمون. بصح كي تكون الاتحاديه هذه كاع كونتر هذا الرياضي، شكون اللي راح يامنك؟ لو رحت الوزاره شغل عطاني الوزير ضمانات، خرجت ما نكذبش عليك، خرجت فرحانه ولا غير خرجت فرحانه، قلت الحمد لله، قال لي نرجع لك اعتبار وكلش، وبعد من تما كان والو، ماشي نورمال تما. ابري الوعود كاع اللي ديتها وكلش، وكنت نستنى وكنت داخله لي جو بانارا، بعد ما كان والو، بالك كاين دي رابور من التحت ليه، بالك شما حاجه انا ما لحقتنيش. شي يعني الى مينيستر دو لا ريبوبليك، وهذا اقوى من وزير تاع الجمهوريه، اسمح لي انا والله راني دايخ. فكي سمعت هذه التصريحات، استقبلها الوزير الحالي والسابق واللي قبله، والامر لم يسوى، وسيدي بعث لها في لي كونسي ديسيبلين، ما فهمتش راشي. صراحه أعلى هيئة في الجزائر الرياضية يستقبلها وما يقدرش يلاقي لها المشكل. أنا اليوم الصراحة أنا متصادف، والله أنا متصادف. أنت عندك أتلتي قالت لك تجيب لك ميداي دور وطلع لك الإعلام وراك تطاكي فيها، سي ماكيافيليك هذه. وكان شفت أنا هكاك وكنت صرحت بها، قلت لهم أنا اللي نعلق الكيمونو تاعي، باسكو على هدفنا وغايتنا واحد هو الراية الوطنية. أنا والله العظيم غير تغيدني بلادي، باسكو علاه ولاو ميم دي زيجيبسيان دي زونترينور شامبيون دافريك الأخرانيين يبعثوا لي لي ميساج، أنا كي نروح نجيب لك دو ميداي دور، تو بخيفيغ أنت معليش تهبط في النيفو ليسونسيال هذيك البنادم ولا هذاك لاتيت، والله ما يكون شغل هنا. واش تشوف؟ تشوف بلي كاين محدوديه في الفكر. بس قال اسمح لي اونتر بارونتيز، واحد شرير اشرار عبالك يكون نقص شويه ذكاء، شغل عبالك شغل فيها شويه يعني غباوه. باسكو علاه انا دوكاتيك راني رايح شامبيون دافريك جو مون فو انت واش تكون ولا واش اللي يجيب لي الروندمون، هو اللي يحدد واش يكون الرياضي اللي يكون الروندمون. ما تقوليش هذا باسكو انا لازم نحبس ولازم ندير ديماري بلي زاتليت تاعي انا، وعلاه الجزائر تاعنا قاعد نحييها هاد الدام هذه ما لي يجيب لي ميداي دور نحطمه. وقلتها سمعنا اللي فاتت صح اليوم هنا في الجزائر يا كيك شوز كي ما با سمع الناس رجال ونساء اللي يرفضوا الاعلام لازم نحطموهم. دونك هنا يا بوين د انتيروغاسيون كبير، هذه وحده. ثانيا شكون هذا اللي راهو يحمي؟ والله ما فهمت وزير وما قدرش. عندنا دوله في الجزائر، عندنا دولة وعندنا رجال الحمد لله ونساء، ولكن كي نسمعوا هذا الشيء كاع والمرأة هذه تروح ويبعثوا لا فيديراسيون انترناسيونال سي صح تاع الكاراتي، علاش هذه تشارك؟ ما نزلش وواحد ما يتحرك يقول لها بلي تخرجت فرحانة. هاديك راكتو خرجت فرحانة وما وكلام تاع الوزير ما يتبقش. هاوي يا كيك شوز كي نفا با، يا كيك شوز كي نفا با، سمحوا لي يا كيك شوز كي نفا با. شي الدوزيام ولا تروازيام يعني يقول لك يا كيك شوز كي نفا با. واحد تما كيفاش يعني كيما راهم يقولوا هما لي زاتلات يعني بروتيكسيون تاع ما كانش اللي يحرك. لورسكو مينيس لا ريبوبليك يقول روحي وتبارتيسيبي يبدا يدربي بعد ما كاين والو، انا نقول لك يا كيك شوز كي نفا با هنايا. وهنايا ورا دوك واش من الثقه حنا نديرو غدوه؟ غدوه يرا ديزيليكسيون يرا كذا، واش من الثقه نديرو؟ هيا هيا يشوفوا فينا كاع، هيا واش من الثقه عندنا انا دوك هذيك؟ هيا غدوه انت ويزيد عندك ولد وكلا تروحي دير سبور تامن دوك انتيا ولا تامن، قولوا لي
تمهنا حقرة عيناني حقرة بمعنى الكلمة. وصلوها باش ولا تتكلم هكذا سي معنى الكلمة. أتلات ويقول لا راح نديرو تشبيب. ما دخلك لا أنت لا حتى واحد في التشبيب. دونك الاريف طلع الدرابو تبارتيسيبي. صح. من الناس كي لحقت كي لحقت أنا هنا اللي حنا هنا مخي خلاص سي 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 فريمون فريمون راني ما كان كلام ما لازمش نزيد نروح شويه لاخر. تلحق تشوف الوزير ويتصور معها ويقولها روحي مهنيه وهو لا تيتال. هاي الصوره واضحه. ولا تيتال هو اللي ديسيد. والكوارث هذه اللي راهم تحكي عليهم واحد ما ديسيدي واحد ما ديسيدي واحد ما ديسيدي. كان كاش قوه كبيره اللي راه يتقرا. صح صح قوه كبيره هذه. تما هذه تما تقعد محقوره. تما هذه واللي فاتوا يقعدوا محقورين لان كاينه سوا ديزون قوه اللي راهي تحمي فيها الجماعه. سي با نورمال. هنايا تولي تولي تنجم تقول اخي افا باش ما نغلطش انا. ركز لي على كلمه قالتها يا رضوان. قالت لك محدوديه التفكير. قالت لك محدوديه التفكير. هاو البيت القصيد وراه مستوى وراه يدور. هاو المشكل راهو في المستوى اليوم حاكميننا في الرياضه الجزائريه اون جينيرال. يا رضوان انا صافي بليزير كي يشوفوا دي جون الجيريان الجيريان كوم سا بهذا المستوى تاع الفصاحه هذا المستوى تاع الثقافه جامعيه هي جامعيه ان شاء الله نشوفوها يجي نهار ان شاء الله نشوفوها وزيره الرياضه ان شاء الله ان شاء الله رحت الوزير شافوا بالرياضه انا نقول لك وين رحت انا نقولها انا كجزائري حر 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 سيتي فيرتي بور موا صافي بليزير دافوار ان اتليت كيما هادي والمستوى والكلام كيفاش راهي تتكلم انا نقولها انا سيتي فيرتي وحده وانا ما نغيرش منك باسكو كاين بروبليم تاع غير باين انا ما غيرش منك باين باين ولكن سمير قال لك وزير انا نقول لك انت يا بريزيدونت فيديراسيون تاع الكاراتيه ها المستوى اللي لازم يكون صح ومراه ريبريزونتي الجزائر في كل في الحطه في 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 المستوى في لا فاسون دو بارلي هاي الجزائر ولا حبيتو الجديده هذه هي باسكو الاخرين اللي رانا نشوفو داو مخروبه ما كاش هذه هي الجديده سي كوم سا كيفو مات اليوم رضوان ولينا ولينا والله اذا باش نخليكم البطاقه الحمراء ضيوفي الكرام اللي راهم متواجدين معايا راهم تكلموا يوم الخميس باش ما نكثروش هذا هو الميساج اللي حبينا نجوزوه ونزيدو نسمعوا لما قاله محمد قاسي سعيد في الجزء الثالث والاخير لما قالته البطله وما قالوه ضيوفي البطاقة الحمراء اليوم هذه هي بلا ما نتكلموا إلى لحبوا يزيدوا تضيفوا كلمة كلمة لأن يعني القضية أصبحت قضية رأي عام وقضية يجب التحرك للقيام بأي شيء حتى لا تظلم أو لا تظلم ها ها البطلة هذه والبطلات اللي معها نستمع تلمون صافي دوكا واحد تقول واحد 20 جوغ ولا أموا جي بري اون ديسيزيون سي de ne plus exercer وعلاه باسكو عام ونص راح لي باطل قررت نحبس طونك كاين هاد لا فيديراسيون امبوزيبل باسكو نونطريني باش نتاك شغل حياتك كاع نتا في المونديال ما نجيبك 3ييم ديفيزيون ولا تمانا نونطريني باش ندخل ولايه ولا باش ندخل ناسيونال وعبالي بلي كلاسي الاولى ما نروح ما نكذبش عليك انا ابار لي شامبيونات دو موند ومينيموم لي شامبيونات دافريك تما ما كاش حاجه اللي نقدر نديرها اوبجيكتيف باسكو مالغري تو لاتليت راهو يدير دي ساكريفيس كوم ميم اني خليت ميم ما في بريفي جي تو جولي جي تو ديليسي بور ما كارير باش وكنت نونطريني صباح وعشيه وكلش مي صافي قلت لك واحد والله العظيم واحد الام وصرا لي ان ديكليك شغل غاتني عمري قلت واش راني ندير قلت واش راني ندير قلت هذا شفت شغل واحد يدلك وانت تالمون تحب هذيك الحاجه الله غالب قاعده مكمله ونونطريني بصح هو شغل ما يقزمو فيا لو ماكسيموم حسيت روحي ميم سي جيكزيرس طول طون كيفاه كاميليا حتى عاد تكزيرسي بصح ما في با بارتي دو ليكيب ناسيونال جو بريفير نقول عليها حبست بين ما درت والو زعما قعدت هكا لي برا كروازي ونقول بالك لا فوت فيا فهداك العام ونص نوطريني صباح وعشيه طلعت الاول رحت درت شوف تو سكي فالي فيغ كوتي تبوجي منا تروح الاول مسؤول تشكي كوتي شكوى كوتي اونطريمون درت كل شي عام ونص داز لي فارغ عبالك شغل تولي هكا يتزير قلبك ما اسمي شغل قلت لك ما كان حتى رياضي نخبه ياكسبتيها سي تام فريمون مونك دو ريسبي مونك دو ريسبي فيزافي ما كارير جو بريفير قدري يقعد قلت لك جو بريفير يقولوا عليا حبست نحبس باسكو انا هاد الناس على بالي بلي امبوسيبل نخدم معاهم
هما دوك يزيد يغنيني من الفوق والله ما زيد نرمي رجلي معاهم هاد طون كو كاين هاد لا فيديراسيون جو بو با ترافاي وانا بور اكزيرسي جوست بور اكزيرسي نو عندي بزاف عفايس مادا بيا نافونسي في حياتي ومادا بيا ندير بزاف عفايس واحد اخرين ان شاء الله. لا تستحوا لا تستحوا لا تستحوا الا تستحوا من فضلكم احشموا شويه من فضلكم يعني نطلبوا منكم من فضلكم اللي عنده سلطه القرار الا يوجد رجل حكيم في هذا البلد من اجل وقف هذه الحقره وهذه المهزله. يعني المراه حابه تبكي قالت لك رانا كنت ننطريني عام ونص وانا ننطريني انتم حقرتوني والله لا اجد الكلمات. محمد قاسم سعيد والله يا رضوان انا نشوف بلي هاد الاتحاديه والرئيس تاعها عندهم مشاكل الا مع زاتلات زاتلات بنات زاتلات دو نيفو وكاع بطلات عالم وبنات بنات وشابات يعني وشابات شابات يعني والغيرات سيدي البال فيه الله يبارك افتخر بلما يكون عندك بنات تاع الجزائر هكذايا صح بطلات والنجاح تاعهم النجاح تاعهم هو النجاح تاع الاتحاديه تاع الجزائر هذه ولا غير قلتها الناس اذا اليوم رضوان سابوطاج يعني اذا اليوم الوزير ما قدرش يريغل هذه المشكله هذايا هذه البنت هذيا ولا المدربه شيخي ولا يقدروا يديروا طعن اللي من يديروا طعن قالت رئيس الجمهوريه وبعث له طعن رئيس الجمهوريه لا جاتي لا طونسيون دو تو لو موند مرا بارابور ان هوم قولوا مرا كي تنحقر مع ان هوم يتنحقر شويه راجل عنده شويه صح مرا محقوره كيما تحقروا خين مرا محقوره وراهي تقول وتسمع هذا نداء قلت لك راهي دير نداء للجزائريين المسؤولين صح ويا ان بويسونس اللي حاكمه هاد الشيء بور ديتروير هاد لي زاتليت دو نيفو كان جاو زاتليت كالكونك يتنحاو يروحوا يجيو نداء انا نشوف فيه شغل نداء يا اخي صح حتى تعتزل قد واحد ما يتحرك على هاد النداء تاع هاد الاخت هذيا كاين نامن بالعداله الالهيه مالغريت كو ظالم يرتفع بصح ربي ما حش يرفعوا حبا به لكن باش يسقط كيسقط من فوق كاع دونك انا نقول حسبي الله ونعم الوكيل اسمح لي ici au sein de la fédération il faut laisser la place aux médiocres la place aux médiocres là je me limite à la fédération apparemment la place elle est occupée par les médiocres il faut laisser كل واحد حبيت نسالك رضوان كم من جزائري هم يشاف الجزائر اضطر راح لترونجي ولا حوايج كبار في الترونجي وحنا يا هنا يا مازلنا باطيجيو في الميديوكريتي علاش انا يغبني الحال خطرات نتنرفع في هذا الباب وعلاش نفهمهم هادو خاطرش ضروري يحضروا لي ميور في الجزائر لي سبورتيف ماشي قاع مي في حقرو هم حقوره هادي تجيب غير لي ميدا لو كان جاب تباتق طلعوها في السماء من كي تجيب لي ميداي لا انا بجامري بيا كنت تقولوا هما قالوا الزاتلات بلي قال بلي الاخرى اللي قالت لي فاتت هذه قالت لهم انا متكي انا ما واحد متكي شكون هذا اللي متكي دوك ولا كل حاجه متكي صافي دير حنا كيما رانا هنا وبزاف لي زاجيري اون زيرو اون دي سيتويان دو ترويزيام كاتريام كاتيجوري هذا هو تولي توان وما عندك حتى نيميرو نولي انا نيميرو 4 تاع 10 20 وهما راهم ليليت الفوقا سي لا كريم دو سو بيي صح بزاف يا اخي سي ترو على كل حال قلتم كل شيء محمد وسمير وعلي قلتم كل شيء في هذه البطاقه الحمراء انا عرضت ان اضيف شيء سيد رئيس اتحاديه الكاراتيه راه يهدد ويقول موعدكم جميعا امام العداله مرحبا بعدالة الجزائر لأننا نثق فيها ثقة عمياء قلنا لك راه واحد دير حق الرد لا تريد الرد درت بيان مقتضب لا يسمن ولا يغني من جوع الجميع راهم يقولوا راك مغطي وراك متكي على قوة كبيرة خلاتنا نتكلموا بدون أي ردة فعل إذا موعدنا أمام العدالة ونحن نرحب بالعدالة كما قالتها السيدة دي هي شيخي المدربة والبطلة العالمية مرحبا بالعدالة ننتظر بفارغ الصبر متى يصلنا الاستدعاء أمام قضاء الجزائر الذي لا يظلم فيه أحد إن شاء الله. محمد قاسي السعيد في كلمة ربما قلتم كل شيء في هذا في البطاقة الحمراء قلنا كل شيء حقيقة هي اتهامات خطيرة من
البطلات اللي قبل وهذه يعني هذه رئيس لا سويت ومازال واحد اخرين حابين يتكلموا ايضا. هو ما حبش رئيس الكاراتي هذو ما حبش يرجع لهم. اذا كانت راه يتكلم على خطا ولا بد تمشي العدل بالطبع. صح اذا كانت تمشي تهضر على حق ما راحش يمشي العداله، ولكن يعني نتصور لا تكون يكون على حق ويروح العداله ماشي سبور هي هما على حق فور بروي بيست ماشي. ولكن المشكل يا رضوان كما قلت اتهامات خطيره، يعني الوزاره الوصيه ما تتحركش. ما فهمتش هذه حتى البريمي مينيسان ما يتحركش. لا لا اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه هي دارت نداء، دير نداء يعني دوموندي الغيط حتى للرئاسة تمشي تتكلم تعبر. أنا قلت يوم الخميس ونزيد نعاودها اليوم، عشمنا الوحيد الآن في رئيس، لأنه رئيس الجمهورية ماهوش فارغ شغل باش يقدر يقعد يتبع في هذه الأمور، لكن نتمنى من سيد الوزير الأول اللي هو أيضا عنده مشاريع وعنده أمور كثيرة ولكنه وزير أول جديد، سيد نادر العرباوي اللي هو رياضي سابق كان لاعب كرة اليد في المنتخب تاع كرة اليد تاع سنوات النجوم وسنوات ذهبية لكرة اليد الجزائرية. نتمنى من سيد الوزير الأول أن يتدخل لوقف هذه المهزلة، لأنه هذه البطلة الرابعة اللي تكلمت، تكلموا لي دو جون في وتكلمت المدربة تاعهم وتكلم هذا، وفيه أيضا رضا بن قدور البطل العالمي المتواجد اليوم في المهجر أيضا يريد الحديث عن ما يحدث في رياضة الكاراتي وفي اتحادية الكاراتي اللي يقال أنه عندها برنوس مليح وبرنوس صحيح مغطيين به. سمير العماري، هل من كلمة ربما حبيت ضيفها على وش قلنا وش استمعنا إليه في حصد بالمكشوف؟ أظن أن بما أن وزارة الشباب والرياضة لم تستطع أن تكون لها حيادية باش، وأنا جسوي كونفينكي بلي الوزارة هي التي ما يشتمشي في الدوسي، هي التي تغطي على هذا الموضوع، عسى أن العدالة هي بلك هي التي تكون عندها الحيادية والديسيرنمون باش تفصل في هذه القضية. سي اون بون شوز كي تروح لا جوستيس ان شاء الله. ان شاء الله ابريتو سي اون بون شوز ان شاء الله. سالي نختموا معك. والله قلنا كاع واش لازم نقولوا، لكن انا نقول لا دام هادية نقولها باسكو قالت لك انا نحبس، نقولها انا غير حبسي وديري المشاريع تاعك، لان راهو بيان محمي دونك انت خاسره دوفيس كما خسرت الاولى هذه كاناتيك اللي هي شيخي. دونك نقول لها غير حبسي اي سي كوم سا. انا عندي الحفيد تاعي هكذا يقولوا الحفيد تاعي وليد وليد درته وليد بنتي درته في باش يدير دركا نبدل له المهنه. نبدل له المهنه علي يخرج لك بخرجه. راني نقول لكم نبدل له المهنه. صح درته في الكاراتي. راني نقول لكم نديروا يدير ناطاسيون ولا يدير باسكت ولا نوقع نتبعه. وكي يكبر شويه 12 13 سنه ولا حي ولا كنا ملحيين ثم ناخذ دي ديسيزيون كيلفو. تبدل له مهنه الكاراتي. راني نقول من رياضه الكاراتي. راني نقول لك والله ما يديرها. على جال والله ما يديرها. هو يحب الكاراتي. راني نحلف بالله حابه. أنا نحلف بالله والله ما يديرها. يعني ابن بنت علي بن شيخ يحب الكاراتي ودخلته في الكاراتي نعم. على وش راك تشوف؟ والله ما ندخله. يعني ما حش عنده مستقبل. يدير سبور كان كاين رياضة واحدة أخرى. خلاص سي تيرميني. والله تبقى الشكاوى إلا لله. سبحانه. سبحانه. الله ربي سبحانه سيتو. سبحانه. إذا بهذا نغلق ملف البطاقة الحمراء ونروح للمحترف الأول والجولة السادسة. جينجل ونعود. إذا المحترف الأول والجولة السادسة التي عرفت مواصلة المولودية للسيطرة على البطولة ب 15 نقطة، خمس انتصارات وهزيمة واحدة منذ بداية البطولة. الديربي أو اللقاء الكلاسيكي بين شباب بلوزداد الذي انتهى عشية اليوم على الساعة 9، شباب بلوزداد تمكن من تحقيق انتصار ثمين أمام شبيبة القبائل التي تواصل سلسلة النتائج السلبية مع المدرب الميضة، هذا المدرب الذي انتقدناه في هذا البلاطو. وهناك من إدارة النادي من لم يعجبه الحال وقال بأنه
الأمر سابق لأوانه، النتائج تتوالى، النتائج السلبية في باقي النتائج، سقوط شباب قسنطينة رغم سيطرته أمام نادي مقرة، أمام نجم مقرة، الشباب القسنطيني خسر مباراته فوق أرضية ميدانه، البيض تضرب بقوة برباعية أمام فريق يعاني الأمرين، فريق سوف إضافة إلى نجم بن عكنون الذي انهزم أمام نادي بارادو في ملعب 20 أوت، في حين فريق جمعية شلف تمكن من تحقيق انتصار ثمين أمام وفاق أسطيف، وبسكرة تفوز على اتحاد العاصمة، هذا الفريق الذي يعاني مع بداية هذا الموسم هزائم متوالية متتالية وشيء غير مقبول، حديث عن تغيير جذري في إدارة النادي. نبدأ مع أول لقاء شباب قسنطينة أمام نجم مقر، أعطينا الصور محمد قاسي السعيد، رغم السيطرة سيد الجمهور كان غفير في ملعب بن عبد الملك، هذه ربما آخر مباراة في ملعب بن عبد الملك، الفريق سيعود رسميا بداية من الجولة القادمة إلى ملعب الشهيد حملاوي الذي أخيرا تم اتخاذ قرار فتح الملعب، رغم هذه السيطرة والفرص العديدة لفريق شباب قسنطينة اصطدمت الكرة بالقائم. إذن هذه بعض اللقطات لفريق شباب قسنطينة محمد قاسي السعيد الذي لم يتمكن، حتى عمراني بعد اللقاء قال ما عندي ما نقول للاعبين ما نلومهمش، قالك لأنهم ربما كان فيه خلط بين السرعة والتسرع، أرادوا أن يسجلوا بسهولة وبسرعة ودخلوا في فخ التسرع، لكن فريق مقرى فريق متماسك جدا صراحة، فريق متماسك منظم، فرصة استغلها وسجل هدف، رغم أن السياسي يعني المقابلة كامل هو يسيطر على 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 فريق مقرى، مقرى عرف كيفاش يتعامل مع هذه المقابلة، العلامة الكاملة لمقرى على الاحترافية ديالهم فوق فوق أرضية الميدان. نعم، اللقاء الذي كما قلنا انتهى بهدف مقابل صفر، وراح نشوفه بعد قليل هدف فريق مقرى سمير عماري الذي كان فيه كان لي حديث مع يوسف بوزيدي لما كان على رأس فريق شبيبة القبائل أو بعد ذلك لا أتذكر، وقال لي أنه فريق مقرى اللي فازت عليه الشبيبة في مقرى، قال لي أنا نقول لك بأنه فريق متماسك ومتماسك للغاية. ديجا لازم نوهو بالدور تاع الحارس صالحي اللي دار مقابلة كبيرة، نشوف كان بالمرصاد اللي كرة لا دوميناسيون كانت لقسنطينة، ولكن المرتدات تاع ماغرا يزون ريوسي ا ماركي ان بوت، فيكتوار تري امبورطون باسكو ماغرا سي اون ايكيب بالك هذا العام تلعب بالمانتيا 3 بوين دوما، مهمين جدا. يوم ماغرا راهي في المرتبة الخامسة بعشر نقاط وفق جمعية شلف والبيض، يعني تقريبا راهم على بعد نقطتين من نادي بارادو ونقطة من فريق أو نقطتين من شباب الوزداد اللي عندها 12 نقطة، يعني مقرى راهي تأدي في بداية موسم جيدة رغم الخسارة التاحة الأولى أمام شبيبة القبائل فوق أرضية ميدان. نعم، نروح للمباراة الموالية، البيض التي ضربت بقوة وفازت برباعية أمام فريق سوف الذي يبقى يعاني بدون إجازات بدون العديد من العناصر الأساسية، البيض اللي شفناها أدت مباراة ممتازة في الصورة، أعطينا بعض الصور أو هدفين من الأربع أهداف المسجلة لفريق البيض الذي يبقى فريق متماسك علي بن شيخ فوق أرضية ميدانه، ضرب برباعية 4-0 أمام سوف اللي راهي تبقى في المرتبة ما قبل الأخيرة بأربع نقاط. البيض على كل حال ملي طلعوا هما دايرين باركور شباب، نعم، لهذا الريزلت هذا تاع 4 يبين لك بلي مازالهم في طريق صواب، وتسوف عندي زيكيب لي طلعوا هذا العام ما ريكروتاوش، لعبوا بلي ميم جوار، عندهم ميم بروبليم تاع الكاليفيكاسيون تاع الجوار، دونك هذه اللي خلاتهم اللي راهم ماهمش يديروا النتائج الايجابيه النتائج اللي لازم، سي دوماج باسكو نورمالمون طلعوا كانوا ينجموا يعطيهم لي ليسونس ويشريو يجيبوا دي جوار ورونفورسي ليكيب، ممكن كانوا ينجموا يكونوا كيما راهي البيض او خنشله او نعم. نروح لفريق آخر، فريق خنشلة الذي تراجع بعد التوقف، الفريق خسر المباراة الثالثة على التوالي،
أمام مولودية وهران اللي سجلت أول انتصار لها رغم أن المباراة لم تكن مقنعة، ولكن الأهم هم النقاط الثلاثة في هذه المواجهة. قبل الحديث على أرضية الميدان محمد قاسي سعيد، قبل هذا نشوف لقطات المواجهة دائما في وهران في ملعب ميلود هدفي بحضور جماهيري قليل وقليل جدا مقارنة بأنصار مولودية وهران. كان فيه من النهر إلى البحر فلسطين، ستتحرر صورة جميلة أيضا لأنصار مولودية وهران. البداية كانت لفريق حنشلة الذي خلق بعض الفرص، رغم هذه الفرصة أيضا التي ضيعت من طرف مولودية وهران. فريق حنشلة واصل اللعب لكنه لم يقدم الأداء المرجو، حتى المولودية الوهرانية هدف بنجرينا الهدف وحيد في المواجهة. لنسجل بعض اللقطات لفريق اتحاد خنشلة بعد ذلك، لكن في بداية موسم وخنشلة تاع المباريات الأخيرة موش نفس الفريق تقريبا. لا، فريق خنشلة تراجع رضوان، يعني بداية قوية تاع الموسم، ولكن في هذه المقابلات الأخيرة حتى شفنا وقت الطاقم الفني يعني غير على ما غير. نعم، غادر مراد العقبي، غادر. وهذا ماهوش الحل، انا بالنسبه لي ماهوش الحل. لما يعني ست جولات اربع خمس جولات تنحي الطاقم الفني، نقول راح لي بسبب انه راح يدير كفر اداريه ما راحش من حواش، تكون غيابات ما تخدمش الفريق. نعم. اما المولوديه يعني تقريبا والله حتى يعني حتى بالشركة هذه راه مازال في المشاكل، مازال ما كاليفيوش كامل الجوار، مازال ما كاليفيوش كاع الجوار. والمقابله يعني كانت متوسطه رغم ان الارضيه والملعب كان جميل، المقابله تكنيكمان ما كانش عاليه. سمير عماري، متى تؤهل العناصر عناصر مولوديه وهران الوضعيه؟ باش اسمحوا لي كاف ما فهمش رضوان، يعني في هو راح يدير، لا راح يدير في تونس كاف برو، مش كاف برو عنده الكاف لازم كاف برو، والكاف برو تخليك لازم تقعد حاضر اللي على مدى كل شهر لازم تريح تقريبا اسبوعين. في كل شهر قالك احنا ما تخرجش علينا خنش لا باش ندربكم ونروح لتونس ونعاود نرجع. فضلوا الاميابل بالتراضي، طلق بالتراضي، لهذا غادر العقبي. مولوديه وهران متى سيؤهل العناصر المتبقيه؟ لان الفريق بالمردود هذا الجمهور كان قليل وقليل جدا في ملعب مينوفات. الفيدراليه لقات حل تاع لي بروتوكول داكور هذوك، راهم يتسينياو، لازم اللاعبين جميع اللاعبين يسينيو باسكو فعلا. ما اعتقد المشكل تاع بالقروي، لا طلب امواله بالعمله الصعبه، بالعمله الصعبه والجمله الكتله كاع تاع اللي دات 65 مليار. ما عندك شركه سي با ايفيدون تجمع 65 مليار وتخلصهم، ولي جوار لازم يقبلوا لك يخلصوا بلي ترونش، مي هي سي لا سول سوليسيون باش ريكوبيريو لي نوفيل ليسونس. ملعب ميلود هدفي الجميل، مثل ملعب 5 جويليا، اعطينا صور الملعب الرائع لبن شيخ. ملعب ميلود هدفي لما كنا نشوفه في المباراه مع بعض قلت لي لماذا المنتخب الوطني لا يلعب في مثل هذه الملاعب؟ ملعب هذا ملعب 5 جويليا، يعني صراحة ما لازمش نسودوا الصورة في الجزائر أنه ما فيش ملاعب، والأرضية تاع الميدان تاع النابة ماشي مليحة، وتاع قسنطينة شفناها بلي كانت رائعة، وتاع وهران نشوفوا فيها مصور الهدف حميد اللي قام بهذا العمل. الأرضية في أبهى حلة حقيقة وليس كلاما فقط. قلت لك الملاعب الحمد لله الجزائر عندها ملاعب في المستوى أوروبي عالمي، وهذه إنسان يكون فخور بهذا الشيء هذا. دونك عن سان جوي ما يلعبوش فيها هذيك بلاصون سان جوي، ما يلعبوش فيه خاطر يلعبوش، ما يلعبوش على بالي ما يلعبوش. وشنو في اللي كيف تاع وهرن ينجموه، تاع النابه ينجموه. من الأرضية صراحة أرضية رائعة، يعني أنا نشوفه في الصور ما جبناش من راسنا، يعني صور ملعب 5 جويليا أو ملعب أيضا ميلود هدفي، الأرضية ممتازة وممتازة جدا. نروحوا للمباراة الأرضية يا بنت، وكان نخليه الوقت تاع الخدمة تاعها ديبي سيزون كامل لعبنا والو، ما إيمي الخدمة تاعها في تاع مونديلا، نهضر على مونديلا ما بداتش بكري وتلقى لي مقارنة بالسانك جوي. انا تكلمت مع العمال تاع 5 جويليا اللي هما اللي نفس اللي خدموا مع في مونديال، قال لك كان عندنا بلوس دو وقت كنا
اوسي نقدروا تكون لا بلوز احسن ميم التيران تاع موندرا يقدر يكون جيد او موان كيما ديسيداو لا فيدراسيون او موان خلوه بور ليكيب ناسيونال ميم سي سي ديسيزيون تناقش الثلاث مباريات الاولى اللي تحدثنا عليهم لعبوا يوم الجمعه اضافه لمباراه المولوديه. نبداو بالانصار الذين صنعوا أجواء أكثر من رائعة. محمد قاسي السعيد أنصار المولودية نعرفوهم، لكن العرس كان كبير يوم الجمعة في ملعب 5 جويلية، عرس كبير وكبير جدا. لو تعطيني الصورة الأولى، صورة فيه صورة فيجي هكذا، شوف الملعب كأنه نهائي كأس إفريقيا أو نهائي كأس الجمهورية، يعني الملعب ما نقولكش مكتظ عن آخره لأنه كان تحت شوية وين فارغ مي اكثر خطر ما خلوهمش يدخلوا نضم. لا 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 باسكو داروا تيفو تما، داروا تيفو من الفوق وهبطوه التيفو اللي شوفوهم فاصلين فاصلين نضلك تما هذيك من هي دي ادروات دي ادروات من منصه شرفيه تقريبا، هذيك من منصه شرفيه ربما قبل ما اللقاء يبدا ولا مازال ما تعمر جوزيبا. مي كي تشوف هكذا سي ان ماتش دو شامبيونا دو لا 6ييم جورني، سي فري المولوديه راهي في المرتبه الاولى، لكن كي تشوف جماهير مثل هذه صراحه عيب وعار. من المفروض انه فريق مثل هذا ما يلعبش الأدوار الأولى صراحة. مولودية لما تكون تلعب الأدوار الأولى راح يكون مش باقي الصور عندهم شعب، عندهم شعب حقيقة، عندهم شعب كبير. أنا نذكر واحد المقابلة عند 4 سنوات وين الأنصار تاع مولودية الجزائر يزون بيكوتي الماتش مع النهد، قال لك ما نشوفوش الماتش هذايا لزيطرات الماتش إيه، ولكن كانوا 30,000 هذو بالبيكوت. ولكن ما نتكلمش على المقابلة، نخرج على المقابلة يعني واش صنعوا هذو الصور. هذو الصور تاع إشعال اللي في مجال في دقيقة 76 احتفالا بثلاثية، نعم في كل مرة دقيقة 76 يشعلوا تقريبا كل المدرب. ولكن واش صنعوا، واش دو الأجواء يعني المساندة للفلسطين والتيف وهذاك. نقول باللي وقلت لك في البداية حتى من غزة شكروهم رضوان، شكروهم قال لك شكرا على ما قدمتوه كدعم وكسوتيا يعني قال لي زدوا سجعونا باش نكملوا في المقاومه. نعم على غزه تكلمنا في بدايه الامر، ولكن انا نحكي لك على الجمهور هذا اللي راهو في المرتبه او في الجوله السادسه، يعني رانا في لا 6ييم جورني ما راناش قال البطوله مازالها 4-5 جولات والفريق يلعب على البطوله. صحيح المرتبه الاولى للمولوديه، لكن علي بن شيخ لما قال بانه الملعب هذا لو المولوديه تقدر يكون فيه ملعب تاع 150 الف متفرج يقدر يعمر 150 الف متفرج. على كل حال هذا الكلام اعاده جمال بالعمري في الندوه الصحفيه وقال بانه الملعب هذا او المولوديه ماهيش نورمال، ماهوش عادي انها تلعب في الدار البيضاء. يعني لما كنا نقولوا هنا سي با نورمال الكلوب هذا يلعب في الدار البيضاء، لو تعطيهم 6000 في الدار البيضاء يجوا 6000، تعطيهم 60000 يجوا 60000، تعطيهم ملعب تاع نيلسون مانديلا اللي يرفض 40000 يجيبوا لك 40000. يعني علي بن شيخ يعني تاع الدوله ما يكفيهمش كي يكونوا النتائج ويلعبوا الشامبيون دافريك ما يكفيش. علي ما يكفيش واش تحب دير اوموا عندهم ملعب اوموا لا لا اوموا نشكروه الرئيس الجمهوريه اللي عطانا الملعب لان نقولوا من 62 كانوا في سانت اوجان مولوديه باسكو هما البريمي كلوب الجيريا، من بعد ولينا ازدياف اي لا فالو كيجي رئيس الجمهوريه سي عبد المجيد تبول اللي عطانا دويره واش عليه نحمدوا ربي ونشكروه على الملعب هذا ملعب عليه لابوانت. نعم وزيد عطاو له اسم ما شاء الله دونك واش تزيد لا سي 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 بيان واش عليه. مي كي نروحوا نلعبوا مع ايكيب تاع سان جوي احنا نعمروه. هاو البارح كاع هذوك مولوديا كاع هذوك مولوديا، ولهذا انا نتمنى كل مولوديا الفريق هذا يزيد يتحسن ويزيد يطلع في المستوى باش تقعد تلعب لي بروميير رول باش هما اللي هما. انا كنت نقول لكم واحد الوقت صح الماشينه راس الماشينه هي المولودية في الفوتبول الجزائري. راك تشوف لي كلاب الدولي تيتوك دايما ماشي كاين مع المولودية، المولودية كي تكون الاولى ودابا هاد لومبيوس كدا ميم دوتر كلوب سي وي يوم الجمعه البعض حتى من انصار الفرق الاخرى قال كانه يوم عيد بهذوك الانصار وهذوك هذوك لي تيفو. وشفنا ايضا العدد الكبير علي، كيف تفسر فريق في الجوله السادسه الملعب تقريبا رانا نشوفه في الصور 55 إلى 60 ألف متفرج. ما تدهش مولودية راح ديبلاسمون الوهرنا راحت ب 40000، ما كاش كلوب اللي يديرها في الجزائر ميم اون فرونس، ممكن مارسي وممكن بي اس جي ولا سانتيتيان فوالا قلال كالكو كلوب
لي ديبلاسمون هضره تروح انت ب 300 40000 ديبلاسمون تونس راحوا 40000 تونس راحوا ب 40000 تاع شبيك انا كي نقول لك كون كاين ستاد تاعي في 3 فوا بليس 3 فوا مي كونديسيون تلعب لي بروميير رول هادي وانا لي سيبورتر تاعنا نعرف لا فالور تاعهم نعرفهم انا نتمنى نقول لهم في هذا الشيء هذا ماذا بيا يزيدوا امدوا صوره لي خلاص دوك ما تنجموش تولوا مارش زيدوا كملوا ما تخليوش الناس اللي يرميوك شي حاجه اللي ضربوا اللي لازم هما بيناتهم يحبسوا هذا الشيء باش تقعد كل بون ايماج اللي تبع الجميع اكد على التنظيم الرائع سامي العماري في ملعب 5 جويلية اول امس الدخول الخروج الناس كامل ما صارت حتى مشكل كما كان يقول ماشي على هذيك باسكو حلوا كاع البيبان صح يتحل كاع البيبان ما يكونش مشكل مام لا بوليس كانت قاعده مقصره ما عندهاش مشكل مي كي تحل لهم باب اتولي لا بوليس يضربوا الاخر منا رغم لا لا دير المشاكل ام بوليسيه البارح انا يحكيوا لي قالوا لي هما ترونكيل ومعانا بيا والناس حل بيبان خلي الناس تدخل وماشي لازم تطلع الفوق لا تحبط خلينا ما دير طلعوا تحبط مازال ما لحقناش هذا المستوى حلوا البيبان ولكن حتى داخل خلي الناس تدخل يعني حتى داخل المدرجات الامور كانت منظمه بطريقه جيده يعني أنا الحمد لله يعني نشكر المنظمين على مستوى ملعب 5 جويلية صراحه كانوا في المستوى يعني باش واحد يهدر صح يعني كي يكونوا امور ايجابيه لازم نذكروهم والانصار ايضا اعطاو صوره جميله بعيدا عن التيفو حتى بعد التيفو لقاء يعني الشوط الاول انتهى 1-0 ولا قاروره ماء سقطت على ارضيه الميدان يعني يفول فيليسيتي صراحه الاورغانيزاسيون للمولوديه اللعب تاعها كلش مهيئ باش المباراه تجرى في ظروف حسنه ولكن لماذا الغى لو بوبل تاع المولوديه هذا العام راه حاضر بهذا امن ربما بالمشروع فوالا امن تروفي لو مو باسكو امن لي سيبورتور تاع المولوديه يصاف كو هذا العام بالك عام تاع البطوله دونك ils sont venus pour apporter هذاك لو سوتيان علي علي البارح قالك بلاش ملاح قالك حنا ما ضربوناش بعين هذه بدايه ما لازمش نحرقوا لي زيطا مازال ما لازمش واحد يحرق شور مازال مي كي تهضر مع لي سيبورتور تاع المولوديه ça se voit que il y a quelque chose قالك العام يبان من خريف هكذا الخريفه وطريبيا في المولوديه ولكن هذا السوتيان هذا اللي مدوه لي سوبورتور يل فا اونكور دوني بلوس دو فورس ليكيب فو با كروار سي سي تري امبورطون يفو يف بور روندر سيزار اسكي ابارتي ان سيزار يفو تاني نتكلموا على رئيس النادي يعني علي بن شيخ حاج رجم اللي حبينا ولا كرهنا يعني العام اللي فات لما كانت الامور ما تمشيش قلنا الامور ما تمشيش هذا العام الى ميل الباكي جاب دي جوار للفريق اليوم فريق باتم معنى الكلمه فريق كبير لازم له لاعبين كبار كاين دي جوار اللي كي تشوف انت الكلوب هذا الخطرا جو بونس كو رئيس النادي والاداره تاع النادي اون جينيرال الى ميل لي موايا جاب دي جوار دو فالور الفريق الان ما يحشموش الانصار بالفريق تاعهم لا والله سي فري واش راك تقول الحاج جاب لي جوار جاب لي جوار بارابور لا سيزون باسي كانت تما سي با الحاله مي هذا العام جاب دي جوار منهم لو جوار هذاك تاع ميليو تيران عجبك كثير زوغرانا 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 المالي نو ساني فوريا ساني فوريا ميليو تيران ساني فوريا الاخر هو الاتاكون هو اللي اتاك ماليا ايفواريا ثاني ساني فوريا جابهم بومل المهم زوغرانا البارح كان احد نجوم لا زوغرانا ماشي البارح صافي شحال هو اللي راهو يخدم على لا ديفونس أو يخدم بزاف على لا ديفونس هو اللي يكسر اللعب هو اللي يجيب نملة تاع الصح بين ريكروتمون في المستوى في المستوى ولهذا الا هو في ريكروتمون في المستوى بالليلي 7 بيت 3 باس ديسيزيف بصح بالليلي نعرف لا فالور تاعو دوكا ولا انت تحب تقول في بلاستيك ولا لا كي قلت غير هو انا نقول لك غير هو بالليلي معروف علاه نجبدو بالليلي انا بالليلي معروف مي فالي الكونفينك علي شكون فالي الكونفينك Il y a d'autres équipes qui ont discuté avec Belaïli qui n'ont pas pu. Moudia Tel Jazeer a qu'naat Belaïli bien sûr, bien sûr. Et ça c'est une bien sûr, une bonne chose. C'est une bonne chose. ولكن بالعمري أيضا. ما حبيتش نجبد لك أنا بالليلي ولا بالعمري سورتو بالليلي أنه معروف بالليلي أنا هضرت لك على جوار ناس ما تعرفوا ما هو. نعم الخدمة لو يديرها هذا ولو يدير الصح في الفريق شبيك.
خدمه لا ويديرين فيها ان طرافاي انورم هاد الجوار ان شاء الله يكمل في هاد الطريقه هاديه. بون سي با اقترح نهضر كلام. على كل حال في هذه الحاج دار بون ريكروتمون ما عندنا ما حاج رجم ما عندنا ما نقولوا فيها وزيد مع زجا خزروني اللي راهو في دو بون ترافاي راهو لا بي كورديناسيون بينه هو وبين لونترينور لي جوار بدا كان في دو بون ترافاي. نتمنى ان شاء الله المولوديه تكمل هكذايا في هذه السيره هذه وان شاء الله بوركوا با هذا العام لو تيتر باش نقعدوا شاك ماتش نشوفوا اون امبيونس باراي ان شاء الله والعام الجاي بوركوا با ولا دينا تيتر عام الجاي تلعبين كوب دافريك شامبيونز ليغ ان شاء الله. حجر جم اظنه رئيس جديد شاب او يبرز او يبرز استفاد ربما استفاد من الاخطاء تاع الماضي. الله يرد وانت جيب لي ربي راك تقرا في راسي يعرف كيفاش يستخلص الدروس تاع العام اللي فات عرف كيفاش يستخلص و ما ارتكبش نفس الاخطاء. سيتي با فاسيل دو فير سو ريكروتمون سي ميم فينانسيالمون يفالي كونفانكر لو كونسيل دادمينستراسيون يفالي كونفانكر سون اتراك دو ديبورسي تيل او تيل سون باسكو faut dire la vérité, il y a beaucoup, il y a un investissement, mais l'investissement, on le voit sur le terrain. C'est important, les décisions sont importantes. Non, Mohamed Qassi Saïd, on va aller à l'échec qui a été entré dans la Mouloudia avec force. On va vous montrer les images. La première القائم بقليل في الدقائق الأولى كانت هذه أول فرصة لمولودية الجزائر التي خلقت بعض الفرص مع بداية المرحلة الأولى. دائما هاو اللاعب اللي يتكلم عليها لي بن شيخ اللاعب زوغرانا هذا اللي مرر كرة جميلة وجميلة جدا ليوسف بليلي. هنا يوسف بليلي ربما بعد مراوغة للاعب كان قادر يمرر لزملائه لكنه أراد التسجيل. كانت تمريرة جميلة وجميلة جدا شاهدوا من زوغرانا هذا اللاعب الإيفواري الذي يقوم بعمل ممتاز في وسط الميدان. بعدها نفس اللاعب تقريبا أو هنا الهدف اللي أتى بعد هذه التمريرة من بالليلي للاعب هنا العيجي هو اللي سجل الهدف الأول للمولودية بعد مرور 18 دقيقة فقط. المولودية دخلت بقوة في اللقاء. محمد رضوان لما يكون تكون عندك لاريوسيت يا رضوان كلش يمشي وهذا الفريق أنا يذكرني في فريق تعلمه كان صيفي و رحموني لما داو التيتر في وهران مع شبيبة القبائل دونك يا لا ريوسيت كلش حاجات يمشي لهم ولو ما يلعبوش في بعض الاحيان ملاح ولكن يعرفوا كيفاش يفوزوا وهذه اللي دار القوه تاع المولوديه. لاعبين سيبري لاعبين اللي جابوهم عندهم تجربه لاعبين عندهم امكانيات وعرف المدرب كيفاش يوظفهم والشعب اللي راهم وراهم يعني زادت لهم الدفع المعنوي اللي خلى المولوديه. انا علي بن شيخ ما كانش فيه تسلل كنا نشوفه في المباراه مع بعض علي في قال لي ما كانش تسلل هنا ما فيش تسلل علي ها لا ما فيش تسلل لكن الحكم رفع الرايه هنا ما مجور نورمالمون كان يبدالو بيان افون زوغرانا هذاك زوغرانا كان يبدالو بيان افون كانت هنا هذه فرصه ل يعطي صحابو يماركي هنا كان قادر ولكن قام لاعب ثاني برز في هذا برز هذا اللاعب نعم اسمه عبد الجليل وراوغ بطريقه رائعه جمال بالعمري كان قادر يمرر لزميله ويسجل هنا كانت انانيه شويه في بعض الاحيان نعم صوره او لقطه جميله النتيجه شحال كانت هنا كانت 1-0 كانت قادر يعدل النتيجه لكنه هنا المرحله الثانيه كانت فرص للثوره البدايه كانت لشبيبه الثوره يعني دخلوا مليح في المرحله الثانيه لكن 4-0 ما يعكسش المستوى تاع اللقاء ولكن ان الثوره لا با دي ميريتي في هذا الماتش ولكن المولوديه اقوى. الهدف الثاني قتل المباراه الهدف التالي لمولوديه الجزائر دائما بعد هذه التمريره وبالليلي البلاسمون هنا هو اللي يعمل واش اللي يعمل الفارق على علي في الهدف الثاني هنا لا ديجا اللي عطى لي باسا
خرج وحده هذاك وبالليلي بالليلي كان ولا اللور جبد انتيليجامون لو ديفو شافها من اللور شافها هوب وعاود قلع له هذاك كان نايف وكي ضربها بالانتيريو دي بي دوزيام بوطو. هنا الحيله تاع بالليلي ولا السذاجه تاع لا الحيله تاع بالليلي الحيله هنا تاع بالليلي هي اللي لعب الدور اللي ياتي الحيله وليفيكاسيتي وليفيكاسيتي نعم عنده لا راه مسجل واحد اخر يجي برا بالك مسجل سبع اهداف سمير و بثلاث تبريرات حاسمه سور لي 17 بيت 17 هدف تاع مولوديه الجزائر راه مساهم في 10 اهداف 6 بيت اي 3 باس ديسيزيف لحد الان يعني 10 اهداف ساهم فيهم يوسف بالليلي راح يدير ضغط على المنتخب الوطني ضغط كبير نعم على المنتخب الوطني البطوله الان يعني راهو هدف البطوله هذه الهدف الثالث اللي رانا نشاهدوه بعدها هدف رابع لمرزوقي الذي سجل الهدف الرابع هنا تعرف بلي كومام ميزون ريكروتي دي جوار العام اللي فات مولوديه ماركت واقيلا 9 بيت رجلك تضحك يا اخي ايه باسكو تقول الفريق راه متكامل عنده فرديات عنده ليكيب تربح راهي الاولى لو كان نتكلم لك واش خاص وكذا نقيسو ممكن كلكو جوار ماشي الجوار بوتاتر ما جو بريفير نو با دير باش خلي ليكيب هكذا تكمل ان شاء الله تكمل هكذا ما داك فرحان بالنتائج ما تحب مي عليه كاين كان ميركاتو تات نجب تقولها لا لا علينا اش تي بوز لا كيسيون كان ميركاتو كي فابير عندك خمس اجازات بو رامني 5 جوا اسك المولوديه عندها نقص في بعض المناصب انا قلت لنا مثلا اسك دوار ريكريتي المولوديه دوار ريكريتي تنجب تريكريتي ممكن ماكسيموم دو جوار الباقي كاين باقي كاين كاين انت تعتبر بلي كاين مي ماشي هذا الناقص هذايا هنا فوا دوك تحبوا تهضروني هنايا لازم لا ليكيب تربح راه تلعب مليح وخلاص من بعد من القدام لا سي جورني باك صح بعد الوقت كاش ما كاين نجمو نهضروا من تاف لي زانديفيدياليتي هادو ما اللي كاين لابور اللي جابوا مثلا لاعب كيما يوسف بليلي واحد كيما نعيجي بن خماسه ايضا اللي عاد المستوى في الوسط مع زوغرانا راهم يؤديوا في مباريات لاباس بهم بايزيد مازال ماهوش يعني في 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 ربما في احسن حليميه وكان الموسم اللي فات حليميه راهو احسن موالي ثاني موالي الجهه اليسرى هل تعتقد بانه المولوديه اصبحت كتاب مفتوح الان شافوها الناس كثير بوكو دو ماتش اونيتي تيليفيزي دي مولوديه ولا تعتبر بانه كي عندها دي زانديفيدياليتي سي احيانا اللاعبين بزاف يركزوا على بالليلي وبالتالي زوج ثلاثه يكونوا على بالليلي يخلوا فراغات للبقيه او تعتبر ان المولوديه لازم تواصل تلعب بنفس الطريقه هي كاين بوكو بلوس لو جو دي مولوديه قول هذه الكلمه اللي بوكو بلوس بازي سور لي زانديفيدياليتي يعني الفرديات نعم ويتكاو بزاف على بالليلي لادفيرسير سورتو يستنى من بالليلي ويخاف من بالليلي هو كوم ايل سي ان جوار انتيليجون يعرف لي مومون وين يروح يبلاسي روحو وين يمدها وين بالليلي ماهوش يلعب كيما كان في الاخر تاعو مازال او يلعب غير بالانتيليجونس يعرف وين بلاصه يعرف كاش يمدها يمد لك دي بال تاع تروح كيما في البريمي بيج كره اللي عطاها له مليلا وراح مليه باسكو سور لو بلون انتيليجونس حارب على اللاعبين اللاعبين ممكن ماجوريتي دي كلوب كاع ماشي كاع مي لا ماجوريتي دي كلوب ما هرب في الانتيليجونس بصح تعتبر بانه انت حسب رايك راهو كومبيان بورسونتاج من امكانياته الحقيقيه او يلعب كومبيان دو هكذا انا كيما راني نشوف فيها ويلعب ممكن 50-60% تسمى هكذا ويقدر يزيد اكثر بيان سور لو كان راهو فيزيكمون او توب بالليلي كي يروح يراوغ واحد زوج ثلاثه كي والو فاسيلمون هنايا روماركي واحد زوج ماكسيموم ولا يمد لاباس فهمتني غير يلحقوه يمد لاباس دونك
او يلعب براسو بالذكاء كيما لو كان فيزيك انت واش حاب يقول لا نكمل باش تفهمه لو كان فيزيك ما راه مليح لما يقول لك دير بلي واحد زوج ثلاثه ما يبحرش التركيز ديالو تكون فيزيك مون واجد اي تقدر تراوغ واحد زوج ثلاثه بلا ما تبحر لا كونسونطراسيون ديالك وتعرف واش دير بلا بال مع الاخر يا تعطيها لصاحبك يماركي يا تسجل يعني بدون ما تصبر بكل اريحيه بكل اريحيه سكيه في هذه نعطيك ان اكزومبل وعلى بالي تقول لي عندك الحق باسكو عندي الحق ماشي تقول لي الحق. لا لا دوكا ولا ما عنديش الحق قول نعطيك ليكزومبل دو جوار اللي يلعب ادرواتو اسمه غوشي هذاك طاهر من العام اللي فات كنت ليكيب كانت ناقصه ما صابش روحه دركا راهو يعرف يعطي لك يطدي الاخر يدي فيلو يعرف يمد فيلو يلعب مع دي جوار يلعبوا فوتبول بيان سور كي يكون لو نيفو يطلع شويه يوليو كاع ينجموا يلعبوا مي كي يكون نيفو ناقص واحد يبان والاخرين ولكن علاش قلت لك انا على اسمه كروما هذاك اسمه زوغرانا الميليو تيرا هذا كرونا ولا زوغرانا قول ميليو تيرا اسم نو ميليو تيرا ماشي كاين واحد مي هو رماركيه بين لاكسونترال هو ما كاش لي ديستونس كبيره ويخدم بزاف على لاكسونترال يخدم بزاف عليهم الخدمه الكبيره هو اللي راه يدير فيها ايماجينو كو دو ما يولي بوكو بليس هنا واللاكس يقعد مفتوح واللاكس راه يلعبوا بالاكسبيريونس واللاكس راه يلعبوا بالاكسبيريونس الاكسبيريونس صح بالتجربه فهمتك سي علي فهمتك جيدا نروحوا لاخر سؤال لسمير العماري يخص دائما نجم البطوله رقم واحد حاليا يوسف بلي هل يستحق مكانته في المنتخب الوطني حاليا للاعب كاس افريقيا بالنظر لما شاهدناه قويري حاليا شاهدنا ايضا بالرحمه في وقت ما في البوست تاعو انا رايي اعطيته على كل حال حبيت تعطيني رايك انت واش يزيد واش يقدر يديروا اكثر بالليلي باش يستحق المنتخب الوطني لاعب يربح ليكيب يمارك يبروفوك يغامن دي بيناتي سي الميور جوار دو شامبيونا وعلاه ما يكونش في المنتخب الوطني اعطيني لاعب في المنتخب الوطني يلعب احسن من بالليلي البوست تاعو حبيت البوست تاعو اعطيني لاعب لكن المدرب قال انا لو كنت نختار اختار بين عمورة وقويري باش نجيب ابراهيمي ولا نجيب بالليلي ولا نجيب بالرحمة انت شكون تنحي فيه ولو عمورة اليوم لعب افونس انا قلت لك مقبلات ابري كات ماتش قويري ان اكزيستون ايكيب ناسيونال هي اوكين بلو فاليو دونك سوا اون روفيان على سوليسيون ابراهيمي و على سوليسيون بالليلي مسكي سور سيك ما نقدروش نروحوا لكاس افريقيا افيك لاعب سي فري جاب افيك اون ريبوتاسيون لعب في ليكيب دو فرانس اسبوار مي في التيران ما عطانيش لهذيك القيمه المضافه ممكن من لاكوب دافريك ويري عاود يولي ما تنجمش تكونداني الجوار هكذايا وممكن ثاني بالليل يكمل هكذا ويماركي شاك ماتش ناهي عليه انا بور موا سي لو تيران كي ديتيرمين ماشي الاسم سي لو جوار لو بليز انفور دي مومون دي مومون انا جو نو كومبرون با كون بويس دير باللي غويري وعوار سو بلوتو عموره سو اوتوماتيكمون ميور كو بالليلي ابراهيمي هاد النظريه ما استوعبتهاش باسكو لو تيرا او يقول حاجه اخرى او يقول حاجه اخرى خلينا بيان سور لي شوا اون ديفينيتيف لي شامبيون لي شوا سي ناسيونال كي لي في اون ريسبكت كل واحد واش يقول حنا نحترموه ولكن لو شامبيون تاعنا لي زيكيب افريكان فرق كاناتي بالكويري ثاني نو انا قلت لك نو ماشي ما قلت لكش كويري لا لا ولا انا قلت لك مقبل هضرنا مقبل على كويري قلت لك كويري سيوا هنا في دمي في الكوتي كل ورقوش ما هوش يدور تكلمنا وراني داكور في هذه ما هوش يدور ممكن سيوا هنا في دمي فهمني حبيت نقول لك شامبيونه تاع الجزائر ولي زيكيب افريكان كومام يا ان ديفيرونس هذا ما كان ممكن كما راهو يقول سي فري كوم ممكن كان ما ينجحش مي كوم الجروب راهو مواجد او يخدم هكذايا انا فهمت علي بن شيخ يريد بما ان البطوله تتواصل بوندو لا كوب دافريك
علي بن شيخ يريد ابقاء بالليلي بعض المقابلات برك اي كمان كان مباراه كان لا كوب دالجيري هو بن شيخ يريد ابقاء بالليلي مع مولوديه الجزائر وليروح للمنتخب الوطني باش المولوديه تدي يكون عندها جوار دو فالور في مولوديه الجزائر. ربما انا قلت رايي ما هو ما حبش يتكلم هو ساكت بصح ما تنساش احنا تكلمنا مقبل على نتكلموا على نوليو دقيقه بك على ليكيب ناسيونال وكذا فو با نتحيروا هاد لا كوب دي موند هذه لا كوب دي موند لا كوب دي موند انا قلتها لك نهار داروا 10 يروحوا لا كوب دي موند قلت لك حنا وني كاليفي ما من نلعبوش وني كاليفي ما نرجعوهاش يعني انجاز ما من نلعبوش ليكسترا حنا وني كاليفي لا كوب دي موند صادير تلعب 8 تلعب 7 تلعب 9 نروح كاليفي لا كوب دي موند من الدركا انا نقول لكم كاليفي لا كوب دي موند دونك ماشي دونك اوني ترونكيل كيلعبوا 10 يروحوا من افريقيا نروحوا يعني لباقي المباريات لقاء بن عكنون الذي هذا الفريق الذي واصل الغرق بنقطه واحده في ديل الترتيب رغم ان المباراه لم ترقى اعطينا لقطات المباراه لم ترقى للمستوى المطلوب امام نادي بارادو الى انه النادي بارادو تمكن من احراز النقاط الثلاثه فريق اللقاء كان مستواه ناقص حسب اللي كانوا في المدرجات على الملعب اللقاء لم يرقى للمستوى المطلوب ونادي بارادو تمكن من خطف النقاط الثلاثة. هل محمد قاسي سعيد فريق بن عكنون عليه أن يراجع حساباته في الميركاتو القادم اللي يبدأ يوم 5 جانفي أم تعتقد أنه الأمور راح تكون صعبة لهذا الفريق في تحقيق البقاء؟ صعبة كثير دول صعبة صعبة كتير حتى هو يجيب 5 لاعبين في الميركاتو بصح قول لي مين يلقى اللاعبين واش من لاعبين الملاح ما يطلقوهم لكش الكلوب حاليا ما يطلقوهم لكش من بعد مقابلة كيما هذه مع ديربي بن عكنون كيما تربحش لي ماتش هذوما صافي ولو بارادو يعني فريق لاباس به ممتاز ولكن لما تشوف الترتيب تاع بن عكنون نقطة واحدة راني نشوفهم تقريبا نفس المشوار اللي أداوه شرهم العيد الموسم اللي فات. نعم نروحوا للقاء الموالي جمعية شلف سمير العماري التي تمكنت من تحقيق فوز هام وهام جدا. أعطينا صور المواجهة اللقاء الذي عرف تحقيق الفوز لفريق جمعية شلف أمام الوفاق الصيفي اللي فاز بالمباراتين السابقتين ولكن علي أو جمعية شلف هذه النقاط الثلاثة تجعلها في المرتبة الفريق الحالي في المرتبة الثالثة أو الرابعة بعشر نقاط. بون طريبون أفال لشلفة طريبون أفال اللي كيف بوسائل متواضعة قدر يطيح بفريق يعني لا يستهان به جو بونس كسي سي تا شلف يفان دو ان بون ديبيو دو سيزون. المشكل في الصيف هو الهدف هذا اللي سجلوا عليه بالطريقه هذه الجميله والجميله جدا سجلوا اللاعب اللي تكلمت عليه الاسبوع الماضي اللي قلت لاعب متميز تكلم عليه الاسبوع مولاي الماضي صح. لا مولاي لاعب ما انا متميز متميز. المشكل في الصيف سيكو يربحوا المقابلات في الصيف ولكن خارج الديار بيخسروهم كاع وهذا مشكل باش تلعب الادوار الاولى لازم فريق لازم يربح خارج الديار وهذا مشكل لازم جيما لازم يريقليه باسكو اللي ربحوا مقابلات مهمه في الصيف ضد شباب القبائل اتحاد العاصمه شكون ربحوهم كاع لكن ضد الاكستيريور سان فابا. روحوا للمباراه المواليه اتحاد العاصمه رغم الحضور الجماهيري في بسكرة جمهور اتحاد العاصمه كان يمني النفس لتحقيق نتيجه ايجابيه في بسكرة الا انه علي بن شيخ شاهد الجمهور تاع الاتحاد الذي تنقل من العاصمة إلى بسكرة وصنع أجواء رائعة لكنه عاد وهو جد غاضب من مردود الاتحاد في حين بسكرة تواصل تحقيق النتائج الإيجابية بعد فوزها الأخير خارج الديار في خجلة زاد فازت أمام اتحاد العاصمة بهدف جميل وجميل جدا ضربها برأسية وكانوا ضربها بقطفة برجله يعني صراحة كانوا 7 لاعبين
إحال العاصمة ضد ثلاث لاعبين تاع ونذكروا أنه بزرة مازال ما كاليفيوش لي جوا تاعهم فبدي راهم يلعبوا تقريبا ماشي بالفريق الأساسي الفريق تاع العام اللي فات وكلكو جون لكن فرص ضائعة وحتى في الشوط الثاني فريق بسكرة كاد أن يضيف الهدف الثاني هذه ضربة الجزاء اللي صفرها الحكم وضيعها بالعيد ملالة هذا الحارس الرائع اللي كان في مولودية الجزائر سليجان وتم الاستغناء عنه لا أدري كيف تم الاستغناء عن هذا الشاب الذي أصبح أساسيا وهو الآن في عمره 21 أو 20 سنة حارس ممتاز كان في مولودية الجزائر عرف في المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة هذا توفت له الوالدة تاعه هو في المنتخب الوطني تحية للزغدود اللي دار له لا كونفيونس دار له كونفيونس دار فيه لا كونفيونس باسكو شوف ان غارديان دو 20 طون تعطي له لا كونفيونس كاد فريق بسكرة ان يضيف زغدود كان كاد نعم يا منير زغدود كاد فريق بسكرة ان يضيف الهدف الثاني في هذه الفرصة الاتحاد خارج الإطار ماذا يحدث لاتحاد العاصمة في المدة الأخيرة الفريق اليوم راهو مع الربعة فرق تاع المؤخرة ماذا يحدث لليسما سي سي جو بونس على حسب رايي سي فاسيل كانوا عندك ستاف تكنيك يخدم لاباس عليه يجيب لك دو كوب سوبر كوب اون كوب افريكان ومن بعد ماتش ولا زوج ما داروش مليح يتنحى كاع ستاف يروح اوتوماتيكمون واش راح يتراو واللاعب اللي ما كانوش يلعبوا مع بن شيخه اللي دارهم في لا ليست تاع لي ديبار قلت ليهم لعبوا يلعبوا دي تيتيلر دونك على كل واحد كاش يشوف فوتبول اي الحاجي رغم الهدف اللي سجلوا امام خنجله القى روحو ما يتكونفوكاش الى غايه المباراه هذه يدخل كاحتياطي فقط يعني لا ندري هذه تولي لونترينور هو يدبر راسو واش يلعب ولا اسكو سي لونترينور كي ديسيد ما يعرفهمش هو جا جديد ما يعرفهمش ايترونجي هذا ايترونجي غاريدو كيف هذا هضرنا عليه نعرف لو بيا غاريدو انا شادي غاريدو ميرسي فور لونترينور مينونو اسبانيول دوك تهضر سيري ولا لا لا سيري كيف متر واحد شهر شهرين باش يصيب يعرف الفار ويعرف كدا اه سي فري دونك يكونوا قالوا له كاين في اتحاد العاصمه ممكن المشكل راهو اخطر اردوان علاش؟ معلومات تقول بلي هناك خلاف حاد بين اللاعبين والمدير الرياضي توفيق قريشي وهذا هذا مشكل جوهري البارح الجماهير تحدث مع توفيق قريشي طلبت منه الاستقاله فورا وهو يقال انه قال ساستقيل من الفريق وافضح الكثير من الامور ومانيش انا اللي نحيت بن شيخه ومشينا اللي نحيت زميتي ومشينا اللي نحيت بالملاط والكثير من الامور نعم الخلاف هذا الخلاف بين الديريكتور سبورتيف لي جوار ما لازمش ياثر على النادي ماشي ليكيب ما لازمش تقعد اوتاج اوتاج ولازم الشركه سيربور الان اللي هم يقولوا بلي حابه دير تغيير جذري في اتحاد العاصمه الان حان الاوان باش pour prendre des décisions parce que 4 défaites en 6 matchs pour un champion d'Afrique c'est quand même محمد سي étonnant شويه اربع هزائم وانتصارين فقط الفريق بست نقاط فقط منذ بدايه البطوله ست مباريات ست نقاط كاين مشكل رضوان اذا كان توفيق قريشي هو المدير الرياضي نعم يقول مشي مانجر رياضي مش المدير معليش مانجر يقول مشي انا نحيتهم نمنو ماشي هو نحاهم بصح ما ينجمش شكون ينحيهم ما ينجمش المدير ينحيهم وبلا ما نتصدى له انا اذا كنت انا مناجر رياضي مدير رياضي لازم انا نحبس المدير نقول له هذا الطاقم الفني ما تنحيهش اذا تنحيه انا قلت نمشي هنا هو الدور تاع توفيق قريشي هنايا لازم يفهم المدير ما تنجمش تنحي طاقم فني وراه رئيس مجلس الاداره سيد اعراب غائب و لم نسمع عليه اي خبر لما كان الفريق يفوز ويدير انتصارات نشوفوهم بارتو في لي بلاطو ويتكلموا مع وسائل الاعلام الان ولو مازلنا شفنا حتى واحد حتى بعد اللقاء لا توفيق قريشي تحدث ولا اعراب ظهر عليه اثر لم يتنقل على ما اعتقد حتى لفريق بسكرة ما يحدث في دارة اتحاد العاصمه كنا حذرنا منه في بدايه الموسم وبعد ما جي غاريدو وبعد ذهاب عبد الحق بن شيخه وكنا اكدنا العام اللي فات انه مش هذه الاداره اللي جابت كاس افريقيا لي ماشي الاداره
نزيد نكررها ماهيش الاداره، عبد الحق بن شيخه واللاعبين وانصار الاتحاد العاصمه هما اللي جابوا التيتر اللي يسمى وجابوا لا كوب دافريك، لا كوب لا كاف ولا سوبر كوب، وليس هذه الاداره التي غيرت كل شيء بين عشيه وضحاها بعد دو تيتر تروح تجيب مدير رياضي جديد وتغير كل شيء. هذه هو نتائج تاع البريكولاج اللي راه حادث في الفريق. نفس الشيء ربما سيحدث في شبيبه القبائل، اعطينا صور لقاء شباب الوزداد امام شبيبه القبائل اخر مباراه التي لعبت اليوم وامام جماهير قليله وقليله جدا مقارنه بما شاهدناه يوم الجمعه، ربما لانه اليوم يوم احد في هذه المواجهه نشاهد بعض لقطات المباراة والهدف الذي سجل في الوقت بدل الضائع من طرف شباب الوزداد. اللقاء لم يرقى للمستوى المطلوب صراحة، على العموم اللقاء كان مملا في ظل حضور جماهيري قليل وقليل جدا. هذه بعض لقطات لشبيبة القبائل، وأيضا كانت فيه القائم على ما أعتقد حرم شباب الوزداد من تسجيل الهدف الأول للفريق. هذه بعض اللقطات. نتائج أو شبيبة القبائل تواصل أيضا سلسلة الهزائم مع المدرب الميضة سمير. Je pense que c'est la deuxième match, deuxième défaite تاعو. Le bilan تاع GSK الآن il est inquiétant. On a l'impression de revivre la saison dernière, de revivre واش صرا للشبيبة القبائل العام اللي فات. جيسبر ك ما نلحقوش باش لا جي اس كي تلعب لو مانتيان. هنا ثاني هذا الفريق لازم ياخذ القرارات باش الماشينه تعاود تولي. انا لاحظت برك حاجه، احسن لاعب كان صديق تاعي قال لي مقبلات، قال لي احسن لاعب في الفريق وهو رجم اللي شفناه دخل لا يلعب تيتيلر في هذا الفريق. ممكن هذا مشكل ثانيه كما يتلحج في اتحاد العاصمه. نفس الشيء دخل كاحتياطي على كل حال، وكان وراء بعض اللقطات الخطيره. هذا الهدف على ما اعتقد، نعم الهدف الذي سجل بمثل هذه الطريقه. دفاع الشبيبه يتحمل مسؤوليه هذا الهدف الذي سجل عن طريق حداد في الدقيقه 91. هدف قضى على أمال شبيبة القبائل، هدف مقابل صفر في هذه المواجهة. محمد قاسي سعيد، علي بن شيخ، الشبيبة تواصل الغرق في الدقائق الأخيرة مثل ما حدث لها مع وفاق سطيف، سجل الهدف في الدقائق الأخيرة أيضا. على كل حال يفو با نقولوا سي لا فين دو موند. Ah, on est à sixième journée. La GSK certaines actions le 91e minute temps mort. Donc خسر التالي. لكن خسر. خسر. وش قلت لك؟ قلت له استاد مشيد وكان نبدأ نقوله تفري. maintenant il faut commencer à se poser des questions. هذه الستاف والبريزيدان وكذا. il faut que se poser la question. علاش GSK ماهيش دور كما يلزم الحال من الدوك، مي مازال ماهيش سي با لا فان. على بالنا سي با لا فان. هذا المدرب اللي جا قعد شهر ويعمل عليه، قلنا نعطيو لهم لي سيركونستونس انتي ديونت. المدرب حبست البطوله شهر، ميسي بحتسبها الان يعرف اللاعبين، يعرف لي جوار، لكن الشبيبه راهي من سيء الى اسوء. انا الفريق كنت نشوفه احسن في بدايه الموسم، احسن من الان. على بالك شوف رضوان، الشبيبه يعني قلت لك جابوا لي ديريجون، جابوا مدرب جديد اللي هما يتحملوا المسؤوليه. ما سي با لي جوار يتحملوا المسؤوليه، هما ولونترينور اللي جا لاعبين هنا باش ياميليو روحهم، باش يعاونهم المدرب واش لازم باش هذا الفريق يولي يدور مليح. ولكن ولا ما يكونوش دي ريزلتا، لا ريسبونسابيليتي روفيان او ديريجون. حتى شباب الوزداد محمد قاسي سعيد لم يقدم الاداء المرجو في الاسابيع القليله الاخيره. هل هذا مازال ما لقاش لا مايونيز؟ مازال المدرب جديد؟ المدرب جديد قديم، ولكن عنده دو فيكتوار. نعم اون ديفيت. وي لا بريمير ديفيت. معليش
مي عكس شركه القبائل اللي كان فارق كان على الاقل ما خسرش زوج مقابلات متتاليه. كان فريق كانت عنده الجرينطا، كان يلعب كان يدار كان صح. ولكن اليوم نشوفوا شركه القبائل من بعد تقول لي المسؤول اللي جاب المدرب يتحمل مسؤوليته. لا مش هكذاك، شكون جاب هذا المدرب دابور؟ اسكو هضر معاه سير كيل باز سير كيل باز كيفاش ونخدم واش عمل؟ هل شباب الوجدات سامي العماري قد يتنفس سعداء بهذا الفوز اللي يخليهم في المرتبه الثالثه ب 12 نقطه؟ يعني ماشي يتنفس السعداء، راهم الفوق، راهم في البوديوم على 3 بوان دي ليدر ابري 6 جورني دو شامبيونا. جو بونس كو البيلان بوزيتيف، إلي ساتيسفيزون، إلي ساتيسفيزون. نروحوا للنتائج والترتيب حمزة، وبعدها نختموا بالقسم الثاني. هو صورة وتعليق نخليوها الأسبوع القادم بما أن الوقت داهمنا. هذه نتائج المواجهات رانا نشاهدوها. أعطينا الترتيب من فضلك، الترتيب بعد الجولة السادسة. الترتيب مولودية الجزائر ب 15 نقطة، بارادو ب 13 نقطة، شباب الوزداد ب 12 نقطة، بعدها البيض شلف ومقرى ب 10 نقاط، شباب قسنطينة ووفاق سطيف ب 9 نقاط، والجزء الثاني من الترتيب اتحاد خنشلة أيضا ب 9 نقاط مع بسكرة ب 9 نقاط، شبيبة الثورة 8 نقاط، واستقالة المدرب حجار صبيحة اليوم عقب الهزيمة أمس أمام مولودية الجزائر، وشبيبة القبائل ب 7 نقاط، اتحاد العاصمة ومولودية وهران ب 6 نقاط، واتحاد واتسوف 4 نقاط، ونجم بن عكنون بنقطة واحدة. نختم مع القسم الثاني، هو جينجل ونعود. القسم الثاني هو نبدأ بمجموعة وسط شرق حمزة، إن أمكن وسط شرق نبدأ مع النتائج والترتيب. شباب برج ملايين تعادل مع شباب باتنا، مولودية العلمة انهزمت أمام أولمبيك أقبو في باثنين مقابل واحد، اتحاد الحراش تعادل فوق أرضية ميدان واتحاد خميس خشنة واحد مقابل هدف لمثله، مولودية قسنطينة فازت على هلال شلغم العيد 1-0، مولودية باتنا 3-1 أمام جمعية الخروب، أولمبيك مقرن فازت على عنابة 2-0، ورقلة اتحاد ورقلة فازت على جمعية عميلة 1-0، ونادي تلاغما هدف وفاق سولغزلان 2. سمير العم او محمد قاسي سعيد، الترتيب خميس خشنه دائما في المرتبه الاولى ب 11 نقطه، متبوعه باقبو ومولوديه باتنا، ثم شباب باتنا ب 9 نقاط. ان شاء الله كان اتحاد خميس خشنه يعني قريبا ديربي مع الحراش، الحراش اللي متواجد في المراتب الاخيره. هنا كاين نقطة استفهام اتحاد الحراش، هل ما عندوش اللاعبين؟ لا مازال ما عندوش اللاعبين، هذا هو المشكل تاع اتحاد الحراش. ولكن اتحاد خميس خشنا راهو يعني صفر حتى من مقابلة ما خسرها، ربح ثلاثة دار زوج تعادل، نقول باللي يستاهل هذه المرتبة هذه. نعم، باقي النتائج نروحوا لمجموعة وسط غرب حمزة إن أمكن. وسط غرب والنتائج اللي رانا نشاهدوها على اللوح الالكتروني غالي معسكر تعادلت مع جمعيه وهران هدف لمثله، كير عبادله 3-2 امام مشريه، نصر حسين داي تعادلت فوق ارضيه ميدانها امام صفاء الخميس هدف لمثله، القليعه 0-0 مع الرائد ترجيم استغانم، اولمبي المديه 0-0 مع شبيبه تيارت، مستقبل واتسلي فازت على رائد القبه 2-1، شباب عين تيم وشنت فاز على وداد بوفاليك 2-1، ووداد مستغانم الفريق الثاني لمستغانم فاز على أمل الأربعاء 3-0. الترجي يبقى في المرتبة الأولى محمد أو سامي العماري. الترجي 13 سور 15 بوسيبل، سي يعني سي برسك داروا الكونت كومبلي. لا مش كومبلي، 13 على 15 قلت لك بريسك، قلت لك بريسك، ايزون مونطري لي زومبيسيون تاعهم. مستغانم تتفاصم موالفين يلعبوا، ولعبوا مع قليعه دوزيام، داروا ماتش في قليعه، في قليعه مستغانم. جو بونس كي هذا العام عندهم حظ باش يولوا الى دائره. وي نعم، علي بن شيخ، بالنسبه لمجموعه وسط شرق ووسط غرب، هل الامور بدات تتضح بعد خمس جولات ام نقدروا نقولوا جو سي با بالك؟ خميس خشنا وايضا اقبو في مجموعه وسط شرق، وايضا مستغانم ترجي والقليعه، ولا تقدر تقول بان الامور بعد مازال حتى بعد مرور على الاقل 10 جولات او
والله في بين خميس الخشنه قبو باتنا مام اللي تحتهم كاناتيك لي دو زيكيتابات لي دو الكابو ولا مسبيبي انا نظن مازال لعب هادو مازال لعب لكن مستغالم انا جو بونس كو نجم نقول بوكو بليس مستغالم تطلع ديجا عندهم من اكسبيريونس تاع العام اللي فات طرحت لهم بشعره مع بن عكنون جو بونس كو عندهم من بون اكسبيريونس انا نظن بلي 90% هما اللي طلعوا هنايا رضوان الخاسر الاكبر في هذه المجموعه هو رايد رايد قبه خساره في واتسلي واتسلي اللي كان في المرتبه الاخيره في المراتب الاخيره وتنقل الجمهور تاع القبه غفير بقوه نعم كان فاز بهذه المقابله كان سقسيك القبه شاك فوا يدخلوا لا سيزون افيك دي زومبيسيون بعد يحدث هناك تذبذب وبعد تراجع بوركوا القبه نورمالمون افيك لي موان تاع هذا العام نورمالمون هذا العام عندهم كاع لي موان البريزيدون حط لي موان الجمهور بقوه نعم بقوه يمشي مع الفريق ولكن هذه الهزيمه هذه سمير راح تسقم غاليه كثير للفريق ديالنا على كل حال بهذا نختم فقره هذا البرنامج صوره وتعليق نبقيها لانها واحد النقطه برك تفضل الفيدراليه كانت ديسيدات باللي تبع مليح عليه وقاسي انتم لعبتوا فوتبول لما الجواري كونتيستي يدي ان افيرتيسمون سي سا يدي ان افيرتيسمون مي هذاك لافيرتيسمون ما يتنحسبش في لا كوميسيون ديسيبلين ستادير ما يتنحسبش في الكوميل دو كارطون هذا تسميه ان دار احتجاج هذا ان دار احتجاج يولي ستون اموند ما يتنحسبش كوم افيرتيسمون في الكوميل ولكن لما اللاعب يدي في الماتش يدي كونت يبرون لو دوزيام سي روج حمراء سي روج اي دونك سي كالك شوز كي فابا هذه خلينا نتحدثوا عليها يوم الخميس حسب بالمكشوف هذه نقطه مهمه ومهمه جدا نختموا فقره هذا البرنامج لان الوقت ما بقناش كثير محمد قاسي سعيد شكرا, شكرا على ما قدمتونا في هذا العدد شكرا لك انا بدوري نقدم تحيات لعبيدات فريد والابناء احمد امجد وتويبا وسيدرة عبيدات بلديه الضلعه ولايه ام البواقي تحيه خالصه وطبعا قائد فريق قدماء الحركه فريق تاع البيضاء بالضلعه فريد عبيدات والابناء احمد عبيدات وامجد كما قلنا يقدم تحياته الى ابنائه ونترحموا على الحاج عبيدات الناسمي الذي وافته المنيه يوم الخميس الماضي رحمه الله واسكنه فسيح جناته سمير شكرا على ما قدمتنا في هذا العدد صح رضوان حبيت برك نترحم اليوم داو علي سعيد هاني فاقده ابنته صبرنا لاج دو 43 زون يعني سان كوزور الله يرحمها وانا لله وانا اليه راجعون ربي يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله برحمه الله بدور زميلنا عيسى مراد يقدم بالتهاني لابن عمه الياس مراد بمناسبه زواجه الف مبروك دربوشي فاروق والابن دربوشي عبد الله عائلة بوكرش وكل ناس زيامة منصورية من ولاية جيجل يقدموا التحية أيضا شكرا لك علي بن شيخ مسك الختام تفضل أعطيكم صحة على كل حال أنا نحيي برك لافامي زروق رايان زيان دو ليون نحيي قاعد لافامي وما ننساش نزيد نتكلم على حكيم حاج حمو دي سي دي توفى في فرنسا مردي لونتيرمون في القطار ما ننساش اسماعيل عميروش نحييوه نسلموا عليه وما ننساش كاع حبيبي وصديقي نور الدين تاع ميلان اللي دار عمليه والحمد لله ربي يشفيه وكاين كاع حبيب الاب تاع واحد حبيبنا حموش كمال توفى عنده ربي يرحمه هاد اليامات نطلبوا له الرحمه الله يرحمه شكرا لك شكرا لكل من ساعدني في إنجاز هذا العدد عبدو علاق عادل جو الله المخرج حمزة سلمي في المساعدة ميراسق عبد الحق تحياتنا له وتحياتنا لناصر لشطر أيضا في المساعدة نشكر كل الطاقم التقني أيضا أمين ومحمد ليساعدونا يغرطة أيضا نقدم له التحية تحية خالصة لكل مشاهدينا الكرام إلى الملتقى نلتقي يوم الخميس بإذن الله